تمام يا جماعة. طيب هنبدأ نفتح الأول، هنعمل نيو شيت، هنرسم مع بعض شوية بايب الأول، وبعد كده نعمل عليها الفلو سيميوليشن. ماشي، سهلة يعني، فاللي عايز يرسم يرسم. حد عارف هنرسم بايب ازاي؟ دايرتين كونسنتريك ما بينهم ثيكنس وخلاص، صح كده؟ في مشاكل؟ يعني كده يا جدعان. ونعمل لهم اكسترود، في مشاكل؟ محتاج ارسمها؟ لا، حط لها دايمنشن بقى. حط لها دايمنشن. ليه هتحط لها دايمنشن؟ مش انت هتعمل ميشنج؟ هتعمل ميشنج. لو انت عملت الدايره دي وليكن 1 متر، هتاخد مثلا 3 ايام بتحل المساله وهي مش مستاهله اصلا، صح؟ فحط، خلينا مثلا الدايمتر بتاعنا 40 مللي او 80 مللي، اي حاجه. ماشي، وارسموا اي بايب بقى. هفتح شكل، لو الشكل صعب هنرسمه مع بعض، لو مش صعب هنكمل على طول في السيميليشن. مين مش عارف الفنشوري؟ مفيش حد، صح كده؟ طيب الشكل ده صعب يا جدعان؟ ده صعب؟ نعمل هاتشنج، الناس تشوف. طيب ها، حد عنده مشكلة في الشكل ده؟ حد يعرف رسمناه ازاي طيب؟ ما رسمتش اي، مش محتاجة الحاجات دي يا جدعان، حاجة سهلة جدا. امر الريفولف، تمام، ادي الشكل كده، هرسم الشكل ده كله وعامل له ريفولف، صح ولا غلطان؟ بس في حاجة بقى هنا تريكاية، بعد ما رسمت البايب هتلاقي فيه زي شكل كده، نشيل الهاتش، زي في اسطوانه كده منفصله عن الشكل، يعني لو عملت كليك يمين ودوست هايت دي لوحدها هتعمل، هيحصل لها هايت، في حين لو انا عملت كليك يمين على الباي ودوست هايت كل الباي هتختفي، وهيتبقى برضو يتطبل للناحيه الثانيه، صح كده؟ طيب الطبات اللي من اليمين والشمال دول بنسميهم ليدز. طيب انا بحل سي اف دي، لو بحل انترنال لازم اضمن ان الشكل بتاعي كله مقفول مغلق، تمام؟ فانا رسمت البايب، الطبيعي ان انا لما اجي ارسم الليدز دي هعملها ميرج ولا مش هعملها ميرج؟ هل دي جزء من البايب؟ دي جزء من البايب؟ لا، مش جزء من البايب. ممكن تعمل لها ميرج وممكن ما تعملهاش ميرج، مش فارقه، هو كده كده هيبدا يحل من الاسطح الداخليه. انا بعملها، طيب احنا رسمنا البايب دي، تمام؟ صعبه. طيب في حاجه كانت هنا باينه اسمها ليد، دي عباره عن اسطوانه صغيره خالص ليها دايمتر خلاص، وليها وعملت لها اكسترود بس مسافه صغيره جدا 10 مللي، والدايره دي مش عامل لها ميرج، والاسطوانه دي مش عامل لها ميرج مع البايب، تمام؟ ليه بقى، ليه عامل الاسطوانه دي؟ انا رسمت البايب مش خلاص كده خلصت الجسم بتاعي؟ انا طالما بحل انترنال فلو سيميليشن يبقى لازم الشكل بتاعي يبقى مغلق من الدخول من الخروج، تمام؟ عشان يعرف فين الالت ويعرف فين الاكزت، يبقى لازم يبقى كل حاجه مقفوله، لو في عندي كذا الت وعندي كذا اكزت برضو كل حاجه لازم تبقى مقفوله، تمام؟ هو عشان يعرف الدومين اللي جوه، غير كده هيفتكروا اكسترنال فلو سيميليشن، تمام؟ في طريقتين نعمل بيهم الليت، ان احنا نعملهم بنفسنا او ان احنا نخلي برنامج يعملهم. بلاش نخلي البرنامج يعمله عشان هو بيدي الدايمنشنز بتاعته المسافات بتاعته ممكن ما تناسبنيش، واضحه؟ تاني جيت رسمت دايره عاديه خالص بعد ما خلصت البايب، جيت هنا ورسمت دايره عاديه خالص، بعد كده عملت لها اكسترود، وانا بعمل الاكسترود
ما علمتش على مبل، ممكن تعلم عليها وممكن ما تعلمش عليها. انا ما بعلمش عليها لسبب، لو انا عايز اعمل لها هايت، لو هي مرج لو عامل هايت الجسم كله هيبقى هايت، مش هشوف البايب كلها تمام. لكن مرج مش مرج مش هتفهم، بس المهم ان هو يبقى الجسم مقفول. لحد دلوقتي كويس؟ طيب نعمل هاتشين كده بس. حد يقول لي فين الانلت وفين الاكزت؟ ليه بقى مش شمال لليمين؟ الفنشوري ماله؟ ايوه بالظبط، الجزء الدايفرجن ده بيبقى اطول من جزء الكونفرجن تمام؟ لاسباب انتوا هتعرفوها قدام معظمكم، يعني الناس في ناس هنا عارفها. طيب حاجه ثانيه، ليه برضو المسافه، ليه المسافه اللي على الشمال دي طويله جدا؟ وانا هبدأ احل معاكم، هنحل ان هو لسه ديفلوبنج ريجن، خلاص لسه في الديفلوبنج ريجن. ففي الديفلوبنج ريجن لما بيجي هنا من التانك، حد عارف الشكل هيبقى انا عامل ازاي في الفيلوسيتي بروفايل؟ ايديال صح كده؟ هو طبعا دي بايب، لو بايب دي اول حاجه في التانك الفيلوسيتي بروفايل هيبقى عامل كده صح كده؟ حد عنده مشكله هنا؟ اللي عنده يقول. طيب قدام شويه هيبدا الفيلوسيتي بروفايل يبقى عامل كده صح؟ بعد كده قدام شويه يبدا يعمل كده. في الاخر خالص لما يوصل للديفولفنج يبقى عامل كده. دي مشكله؟ دي قدام هتسموها الباوندري لاير. اهم حاجه بالنسبه لي ان المنطقه دي كلها اسمها ايه؟ لحد هنا ديفلوبمنت صح كده؟ فالمنطقه دي بتاخد تقريبا في اللامينا في التربلنت لوب تقريبا حوالي 10 دايمتر تمام؟ فانا عندي الدايمتر مثلا 80، فانا اديت لها مسافه نسبيا كده اديتها 11 دايمتر عشان اضمن ان هو هيخش على الفينشوري ايه؟ فولي ديفلوبت تمام؟ وفي نفس الوقت السكتش بتاعي ما خلصش كده. انا بدرس ايه هنا؟ انا عايز ادرس ايه في البايب؟ شويه كونتورز والوان وتطلع وبس؟ ولا انا عايز على مستوى على المكان البايب ده كله على الخط ده كله اجيب الفريكشن؟ كنا بنرسم الخط بتاع الفريكشن كده صح؟ حد ما خدش فريكشن في البايب؟ يا جماعه ردوا عليا. اللي ما خدش فريكشن في البايب ينفع يجي بس عشان ما نتكلمش كلام طيب الفريكشن في البايب هقوله الناس اللي مش عارفاها تقول بقى ترفع ايه اللي هو ايه؟ ايوه مش عارف الفريكشن في البايب. طب المهم بقى مش هنقوله خلاص. الفريكشن في البايب اهم حاجه بالنسبه لي ان هو بيتناسب علاقه طرديه مع اللينف، علاقه طرديه مع اللينف خلاص، مش اللينس تربيع، اللينف بس تمام. فبالتالي العلاقه بتبقى لينير، في بريشر دروب صح مش فريكشن، فالبريشر بيفضل يقل، البريشر بيقل ايه؟ لينير. بس في منطقه الديفلوبنج ريجن في مشاكل كتير بتخلي المنطقه دي العلاقه مش لينير، فبيبدا الاول مش لينير. عشان كده احنا في البايب لاين بعد كده قدام هتبداوا تحلوا كله ديفلوبنج ريجن، لان الحته دي كلها كام متر؟ 2 متر، وانت بتحل كام؟ 50 متر، ملهاش لازمه تمام. بس هي الفكره ان في المنطقه دي ليه ما بنحلهاش بالبرنارد ايكويشن بتاعتنا؟ لان الفريكشن البرنارد ايكويشن احنا بنعدلها وبنضيف حته الفريكشن، حته الفريكشن اللي احنا ضفناها بتبقى علاقه لينير، فبالتالي يبقى الاسلوب ماشي كده. اول حاجه عايز اوضحها في السي دي بعد ما احل، والله انا عايز اطلع شكل بريشر دروب، لازم يطلع خط لينير، وفي منطقه الديفلوبمنت هيطلع شكل كيرف صح كده؟ طيب بعد كده عندي منشور، اول ما الفلويد هنا تبدا السبين لاين تخش كده ويبدا هنا السرعه تزيد صح كده؟ طول ما انا الاريا بتقل معايا السرعه بتزيد والضغط بيقل صح؟ فانا عايز ارسم توزيع الضغط، الضغط هنا بيقل كده، المفروض ان لو ده الخط ايلر توتال انرجي لاين الضغط لو انا عندي بدايه النقطه دي هيبدا يقل بسبب الفريكشن عادي، لو انا اعتبرت ان دي بدايه الايه؟ الفري ديفلوبمنت. قبل كده بقى بيقل مثلا بكيرف كده تمام؟
ماليش دعوه بالحته دي. اهم حاجه بالنسبه لي ان هو من اول فري ديفلوب لحد ما جه السكشن ده في بريشر ضرب عادي خالص. صح؟ انا بعمل كده ليه؟ ان انا مش اهم حاجه بالنسبه لي لما لما تطلع نتائج السي تي اقارنها الاول حاجه لما الكلام ده منطقي ولا مش منطقي، لانه مش منطقي هبدا احل من اول وجديد، لو منطقي هبدا اراجع بقى الارقام. تمام؟ فلازم اكون فاهم الكلام ده، لازم الكلام ده يطلع، لو ما طلعليش هو في حاجه غلط. طيب فهيبدا الاسلوب يقل كده، اول ما اجي للسكشن ده الضغط بيحصل له ايه؟ الضغط بيحصل له ايه؟ بيزيد. طب ده الكيرفيرشن صح كده؟ يبقى اكيد العلاقه مش هتبقى لينير، اكيد العلاقه مش هتبقى لينير. فهينزل كده، هينزل لمسافه معينه المينيمم بريشر هنا صح كده؟ النقطه دي هيبقى عندها مينيمم بريشر. حد عنده مشكله في الحته دي؟ في ناس مش مركزه معايا. انا اسف هندسه معايا؟ نسيب الرسم بس الحته دي مهمه. يبقى هيبدا يقل سلوب لينير كده، وبعد كده هيبدا عند هنا يبدا الضغط يقل صح، هيوصل المينيمم هنا يجي يرجع بقى تاني. الاريا بتزيد، السرعه بتقل، والضغط يحصل له ايه؟ يرجع تاني يزيد. فهيبدا يرجع وده كيرفيتشر صح. انا رسم كيرفيتشر هقول لكم ليه رسم كيرفيتشر تاني. تمام؟ هو انا رسمه كيرفيتشر. هيبدا يطلع يزيد تاني. طب هيطلع يزيد لحد فين؟ لحد النقطه دي؟ ها؟ ولا هيزيد لحاجه اقل منها؟ اكيد هنا حصل فيه لوسز جامده اكتر من هنا صح؟ فبالتالي لو جيت انا مديت الخط ده كده اكيد مش هرجع على نفس الخط ده، هيبقى تحت شويه صح؟ فالبدايه هتبقى كده كده كده. تمام؟ هتلاقي البريشر جاي من هنا مايل كده، بعد كده يجي ينزل ما يطلعش لحد هنا، هيطلع لمسافه اقل منها. ليه؟ لان حصل هنا لوسز. تمام؟ طبعا في الاورفيس، الاورفيس اللوسز بتبقى اكتر من كده بكتير. ليه؟ لان الاورفيس بيجي الفلو، لما بيجي الفلو بس الدرجه دي فبيبقى كون هنا دوامات عشان يعدي من هنا صح؟ فهنا لوسز جامده جدا. فلو اعتبرنا ان احنا بنحل اورفيس الضغط هيجي كده هينزل جامد، لما يجي يطلع بقى كده. واضح الفرق؟ طيب يبقى دي اول حاجه عايز اوضحها. عايز اوضح ايه؟ العلاقه ما بين اللاين ده وما بين الفريكشن. فبالتالي لازم بعد ما رسمت الباي ابدا ارسم خط سكتش ماشي على الخط ده. طيب الفريكشن بيحصل في النص ولا بيحصل ناحيه الرول؟ بيحصل ناحيه الرول. فابدا ارسم السكتش على الايدج بتاع الرول ده. تمام؟ يعني نفس الرول ده كده. لو كلام مش واضح يا ريت الناس توقفني، بعد كده الكلام هيعدي عادي خالص. شايفين الخط ده كده؟ الايدج ده هفضل ماشي معاه، ارسم خط زيه كده. فين ده؟ اهو. اعمل هايد. شايفين عملت ايه؟ بدات ارسم لاين نفس الشكل ده بس لاين بقى. حلو؟ بحيث لما اقول له ارسم لي علاقه البريشر مع الخط هيقول لي مسار، هيقول لي مسار، هو الخط مش عارف المسار، فلازم تديله مسار. فاي حاجه عايز تعمل لها بلوت في السي في لازم تكون الاول ارسم لها ايه؟ سكتش. حاجه مهمه بقى قوي، السكتش ده لازم يبقى انسايد الدومين بتاعي. يعني انا دلوقتي عندي باي، ينفع الباي تبقى هنا والسكتش يبقى في بلان تاني بعيد عنها؟ طب ما هو الراجل بيحل هنا مش هيرسم لك حاجه. تمام؟ نيجي نبص على الباي هتلاقوا ان السكتش فين؟ في منتصف البايب. حلو؟ ايه يا جدعان؟ تمام؟ فده اول حاجه عايز اوضحها، الفريكشن. ايه تاني؟ لو احنا عايزين نرسم البلاستيك بروفايلز دي واقول والله لسه ما حصليش، عايز اعرف الديفلوبنج ريشن وصلت لحد فين؟ فعايز ارسم البلاستيك بروفايل، البلاستيك بروفايل اللي هو ده كده. وعلى حسب بقى، لو هو ايديال من اول ما شكله كده صح كده؟ ولو هو ديفولب فولي ديفولب هيبقى شكله كده، ولو هو لسه في الديفولبنج ريجن هيبقى شكله عامل كده صح؟ افرض عايز ارسم الاشكال دي. الاشكال دي طلعت ازاي؟ عايز ارسمها. فبالتالي الاشكال دي طلعت ازاي؟ انا كل نقطه في البايب دي لو انا حطيتها 2 دايمنشن كده، كل نقطه مسكت النقطه دي جبت سرعتها. السرعه بتاعتها طلعت صفر. تطلع نقطه. طلعت النقطه اللي بعديها السرعه بتاعتها طلعت كام؟ 2 مثلا.
انت عملتها من اقسام 2 بعد كده طلعت النقطه اللي فوقيه السرعه بتاعتها كام؟ طلعت 3 مثلا عملت سهم كده صح؟ لحد ما كونت الشكل بتاعي صح؟ يبقى انا لازم ارسم برضه لاين مش انا هعمل بلوت يبقى انا لازم ارسم لاين انسايد الباي واللاين ده يبقى بالشكل ده تمام؟ شايفين اللاين ده؟ واضح؟ اللاين ده واضح؟ طيب بس انا ما رسمتش واحد بس اول حاجه جيت عند الاول بعديها بشويه كده رحت رسمت لاين عشان اشوف الايه؟ المفروض يطلع مستطيل صح؟ ما هو لما تقرا المستطيل بيحل غلط يبقى اول خط ده المفروض البلوك بروفايل بتاعه يبقى شكله ايه؟ تقريبا لانه مش في الاول بالظبط تقريبا ايه؟ تقريبا زي ريكتانجل بالظبط واضح؟ بعد كده اللاين بتاع اللاين اللي بعديه ده المفروض يبقى ايه؟ شكله حاجه زي كده صح؟ لسه انا في الديفلوبنج ريجن بعد كده اللاين الاخير البعيد خالص ده المفروض ده يبقى اللاين ايه؟ المفروض ده ايه؟ ده الفولي ديفلوبد تمام؟ ما انا بقول لك بقى انت في الاول خالص لازم يبقى ايديال خلاص؟ فانا رسمت بعد الاول بشويه هقول الحته دي ليه بعد كده بس انا رسمت بعد الاول بشويه ب 10 مللي او ب 5 مللي فده هيبقى شكله زي الايديال بالظبط بعديها بشويه مسافه صغيره رحت رسمت خط تاني طيب مسافه صغيره قد ايه صح؟ مش هو ده قصدك؟ ارقام ايه بقى؟ لا ما هو انا قلت لك تقريبا الفولي ديفلوبد بيوصل لحد تقريبا 10 دايمتر تمام فانا مزود بقى بزياده هو عند 800 تقريبا 800 مللي تقريبا المفروض يبقى فولي ديفلوبد فانا رسمت عند 1010 عشان ابقى ايه في السليم تمام طيب طالما انا راسم كذا خط في السكتش الواحد مفيش اي مشكله بس لما يجي يعمل بلوت هيعمل لي 3 بلوت والثلاثه بالوان مختلفين لكل لاين في مشكله هيقول لك ده والله لا هيسمي لك ده لاين واحد وهيديه لك مثلا باللون الاحمر وده لاين اثنين وهيديه لك باللون الاخضر وده لاين ثلاثه وهيديه لك مثلا باللون الازرق ويرسمهم لك كلهم في بلوت واحد وبالوان مختلفه طالما انت راسم الثلاثه فين؟ في سكتش واحد انا مسميه الفيلوستي بروفايل في مشكله؟ طيب ايه تاني ممكن ندرسه؟ along the center line بتاع الباي ده المفروض ان في حاجه بديهيا كده تبقى معروفه ان الفيلوستي في الاول ثابته اللي هي بتتغير حتى لو في بريشر دروب الفيلوستي بتتغير البريشر دروب بيأثر في ايه؟ في الاستاتيك بريشر ما بيأثرش في الديناميك بريشر تمام؟ فبالتالي طول ما انا ماشي على مسار المايك ده الفيلوستي في المسافه دي كلها ايه؟ كونستنت يعني ما نص متر في السكند يبقى هتفضل نص متر في السكند اول ما اجي هنا هتبدا السرعه تحصل لها ايه؟ بعد كده توصل ماكسيمم بعد كده تبدا تقل تبدا تقل حط توصل فين؟ نفس دي بالظبط مش نفس الاريا ماليش دعوه بالبريشر دروب البريشر دروب بيأثر في الاستاتيك بريشر فيلوسيتي مالهاش علاقه بالبريشر دروب تمام؟ بعد كده اون لاين فهبدا انزل لحد ما اوصل نفس المسافه دي صح كده؟ نفس المستوى ده حد عنده اعتراض؟ يبقى ممكن نفس الخط عن الالونج السنتر لاين هسميه فيلوسيتي لاين شو انا عامل له هايد بس عشان تمام شايفين اللاين ده اللاين ده along the center line كله لو جيت بصيت عليه كده تمام شايفين اللاين ها واضح في حاجه ثانيه عايز ادرسها لا خلاص يبقى انا الثلاثه دول مكفيني على حسب بقى على حسب بقى كل دراسه انا بعملها والمتطلبات اللي انا هرسمها تمام يعني انا لو بعمل ليفت ودراج على ايروفويل هبدا ارسم الابر سيرفيس اعمل سكتش على الابر سيرفيس وسكتش لللور سيرفيس اشوف الابر سيرفيس بيديني بريشر قد ايه واللور سيرفيس بيديني بريشر قد ايه والاريا اللي ما بينهم هي دي الليفت مش مهم الحته دي بس انا بقول يعني ان على حسب الدراسه بتاعتنا على حسب هنرسم ايه تمام طيب محتاجين نرسمه ولا نبدا السيف دي خلاص طيب خلصنا الشكل ورسمناه جهزنا كل حاجه
انا بس عند الالت بتاع البايب حطيت كوردينيت جديده صح، حطيت كوردينيت جديده غير الاوريجين تمام. جيت عند الالت بتاع البايب، ركزوا معايا لو سمحتوا، عند الالت بتاعه البايب وحطيت كوردينيتس جديده اكس واي وزد على حسب مزاجي. ليه؟ لان الاوريجين الاصلي تيجي نشوفه تمام، شايفين مكان الاوريجين الاصلي، وبعدين اتجاه زد عكس اتجاه اكس. عندي مشاكل كتير يعني، فعملت كوردينيت سيستم لوحدي. حد مش عارف نعمل ازاي كوردينيت سيستم من ريفرنس جيومتري؟ ريفرنس جيومتري هتلاقي كوردينيت سيستم، هتبدا تختار نقطه اكس اكسس، هتعمل رسم خط كده يشير لك اتجاه اكس، يبقى ده الاكس اكسس بتاعك. واي اكسس نفس الموضوع، هتعلم على الثلاث خطوط ترسم اوريجين. مش مهم قوي، خلينا بالاوريجنز العاديه بتاعتي. طيب ابدا بقى اعمل سيف دي ازاي؟ اروح على العلامه دي الصغيره واعمل اد اند واختار سوليد ووركس فلو سيميليشن. وادوس اوكي. تمام؟ استنى شويه بس، هتطلع تاب جديده هنا لسه بيلود. تاب جديد اسمها ايه؟ كله مركز معايا؟ معناها صح ولا غلط؟ طيب هو بس بياخد فتره طويله. قبل ما نبدا في السيميليشن للناس مهم جدا يعني، محتاجين يبقى البرفورمانس بتاعنا هاي برفورمانس، يعني الناس اللي بتعرف هتروح على البطاريه اللي تحت دي وهتختار مور باور اوبشن بدل بالانسد، هتلاقي في سهم اختيار ايه؟ هاي برفورمانس، لانه هيسحب فولت عالي عشان يبدا يشتغل بفورمانس عالي للبروسيسور. تمام؟ فنختار مع بعض بهاي برفورمانس، انا بختار من برنامج تاني. تمام؟ ده بس عشان الحل ما يطولش معاك، لان الحاجات دي بتاخد وقت. واضح؟ حتى انا حلل الحاجات دي في البيت وهوريكم ستيب باي ستيب، ويجي في السوليوشن هوريكم السوليوشن على طول، مش هنستنى بقى عقبال ما يحل، مش هياخد مثلا 3 4 ساعات. الفلو سيميليشن تاب تحت ندوس عليها هتلاقي فيه كذا حاجه فوق هنا. تمام؟ نعمل شو بس للبايب عشان احنا عملنا لها هايد. نعمل عملت بس شوك لكل حاجة بس، وحامل هاتشنج. ايوه لا بلاش الاوريجن، فكك من حتة الاوريجن دلوقتي، مش مهم دلوقتي خالص. شايفين بس الاتجاه بس الاوريجن الاصلية اصلا عندي عاملة ازاي؟ ده اتجاه الزد وده اتجاه الواي واتجاه الاكس كده، وانا عندي فلوكيت. فبالتالي لما اجي اقسم البلوستي بروفايل مع الليمب، هسميه مع اتجاه الزد، هتلاقي الفلوستي كونتورز، الفلوستي كونتورز هيقول لك صفر وماكسيمم فلوستي وفي نيجاتيف، هتلاقي في نيجاتيف بس عشان عكس اتجاه الزد عندي مش اكتر يعني. هنشرح الحته دي قدام، المهم نعرف نحل بس دلوقتي. طيب انا عملت هاتشنج عشان كل حاجه تبان، هبدا ادوس على علامه ويزرد وهختار اسم البروجكت بتاعي، مثلا هنسميه فينشوري افكت. شويه كومنتس لو انت عايز تكتب شويه كومنتس ليك. خلصت تدوس نيكست. بعد كده بتختار اليونتس بتاعتك، سواء اس اي يونتس اي بي اس، اختار اليونتس بتاعتك. وبعد ما بتختارها، انا اخترت مثلا اس اي، هتلاقي تحت كل حاجه في الاس اي، ممكن حاجه تغيرها، يعني ممكن انا ما بشتغلش بباسكال، انا عايز اعمل بار مثلا، فاختار مكانها بار. ستيل كل حاجه اس اي، بس البريشر اتغير بقى بار. في مشكله؟ طيب لو عايز تعمل نيو يونتس انت بتستخدمها على طول وده نادر قوي، هتعمل كرييت نيو وتسمي اسم الايه؟ اليونت وتعمل سيف.
طيب خلصت اليونتس هدوس نيكست. حد يقول لك والله انت عايز تحل انترنال ولا اكسترنال؟ عايز احل انترنال، فانا معلم على انترنال. طيب كلوز ذا كافيتيز دي خليها بعدين، مش مهم دلوقتي، المهم الحاجات اللي تحت. الفيزيكال فيتشرز، هيت كوندكشن ان سوليد، انا محتاج ادرس حاجه ليها علاقه بالحراره، محتاج ادرس البايب دي بتطلع حراره كيو قد ايه، الكوندكشن بتاعها عامل ازاي. ما بدرسش الكلام ده، انا بدرس الفلو بس، فمش هعرف اعلم عليه. تمام. راديشن، بدرس راديشن يبقى مش هعلم عليه. تايم ديبندنت، تايم ديبندنت يعني ان ستيدي. احنا هنحل ستيدي ولا ان ستيدي؟ قلنا هنحل ستيدي، يبقى التايم ديبندنت مش معانا. بعد كده الجرافيتي، الجرافيتي دي بتفرق، ممكن تدخلها وممكن ما تدخلهاش. تمام. طيب امتى تدخلها وامتى ما تدخلهاش؟ المفروض ان انت لما بتدخلها بتبطئ الحل، بس انت بتدخلها لو هي بتاثر. طب تعرف ازاي ان هي بتاثر وما بتاثرش؟ لو في تشينج في الارتفاع، يعني along الباث ده في تشينج في الارتفاع عندي، لا صح كده، ممكن يبقى محتاجين الجرافيتي. هنا هقول لكم امتى، بس في الغالب ما بنحتاجش في الحاجات دي ايه الجرافيتي. كده هسهل على نفسي الحل ومش هياخد وقت طويل. تمام. نفترض جدول النقطه دي كان ارتفاعها اعلى من النقطه دي والباي ماشيه كده، فبالتالي في اختلاف في الزد، فبرنولي ايكويشن كنا بنحط الحته دي ليها زد معين صح، يبقى ما ينفعش مع الاس على الجرافيتي في الحاله دي. واضحه؟ طيب امتى هنحتاج مثلا الجرافيتي في البايبس اللي زي دي؟ حد عنده فكره؟ حد كان بيتكلم؟ لو في الثروب ده كان صغير جدا مثلا خلاص، وجاني الفلو، الفلو هنا نتخيل كده بالمنظر، الفلو جاي هنا كده صح؟ ماشي كده، نتخيل ده هو ريفس، الحته دي ضيقه جدا، فهيبدا في السرعه، السرعه هنا تزيد جدا، والسرعه او السايد ايه؟ تقريبا صفر، فهيبدا في شريط كده سرعته عاليه جدا، صح كده؟ هيبقى يتكون شريط سرعته عاليه جدا، الشريط ده يطلع لفوق ولا ينزل لتحت؟ المفروض هينزل لتحت، لو انت مش معلم على الجرافيتي هتطلع لفوق. بس ده حاجات، لو انت حاجات صغيره جدا وطبعا الفلو سريع جدا. ما تخافوش يعني. طيب في روتيشن عندنا؟ يعني ايه روتيشن طيب؟ عندي مروحه بتلف، عندي الهواء جاي بيلف، اي حاجه كده بتلف دي اسمها روتيشن، مش عندي اي روتيشن صح؟ لو في بامبر ولا حاجه ممكن نعلم عليه. ايدس؟ لا الايدس مش بتكونسيدر روتيشن. تمام؟ روتيشن ده فورسد روتيشن مش ناشئ. طيب نفترض كده ان عندنا جرافيتي، هنعلم عليها ازاي؟ هتدوس عليها هيقول لك الاكس كومبوننت والواي كومبوننت والزد كومبوننت. هو بيقول لك ان انا عندي الجرافيتي في اتجاه نيجاتيف واي كومبوننت بمقدار 9.81، طبعا لو انت على التيتيود معين ممكن تغير الرقم. تمام؟ ننزل لتحت كده، ده اتجاه واي، يبقى هو معلم لك بسهم تقيل كده، ده اتجاه الجرافيتي. لو انا فعلا الفاير ماشي كده يبقى اتجاه الجرافيتي معايا مظبوط. لو اتجاه الجرافيتي معايا مش مظبوط هبدا اغير في الارقام لحد ما تظبط. تمام؟ عشان نتفادى حته الكوردينتس الجديده اللي انا عملتها، ممكن وانت بترسم بس تاخد بالك اتجاه زد اهو، يبقى انا هبدا ارسم باتجاه زد كده، يعني الباي هتمشي في اتجاه زد، مش هتمشي عكس اتجاه زد، عشان كل حاجه تمشي معاك سليم. تمام؟ طيب احنا دلوقتي مش عايزين جرافيتي. نشيل المارك ونعمل نيكست. ده عشان الجرافيتي. طيب بعد كده هيقول لك اختار الفلويد بتاعك. خلاص؟ طيب عندنا جازز، عندنا ليكويدز، جازز عندنا اير، عندنا كذا نوع، ممكن نختار في الليكويدز الووتر. نختارها ازاي؟ نعمل دبل كليك هتلاقيها نزلت تحت. تمام؟ واضحه؟ طيب لو انا عندي مثلا عندي فلويد جديد مش موجود بخصائص وسبيكس مختلفه عن اي فلويد موجود هنا، فلويد لسه نازل لسه اخترعوه، اضيفه ازاي؟ هروح على نيو، هبدا اروح هو جازز اصلا ولا ليكويد ولا ايه نظام؟ نعتبر مثلا ان هو ليكويد، فاروح على ليكويد واعمل علامه الزائد. في بري ديفاين في اي حاجه من دول، في بري ديفاين وفي يوزر ديفاين. بري ديفاين ده اللي اصلا موجود عند سوليد ووركس، لو رحت عليه هتلاقي شويه حاجات اهو، في منها ايه؟ الووتر، ممكن تعدل عليها بس بلاش تعدل عليها. في اليوزر ديفاين لو انت فعلا حاجه مختلفه اعملها في اليوزر ديفاين، هتلاقي الشاشه دي فاضيه، تعمل عليها كليك يمين ونيو ايتم، هيقول لك والله سمي الفلويد بتاعك ده، ادي له كومنت، الدنسي بتاعته،
الفيسكوستي طبعا الفيسكوستي هترسمها مع درجه الحراره تمبريتشر الفيسكوستي بكذا تمبريتشر الفيسكوستي بكذا يعني مثلا 60 عندي مثلا ب 110 0.1 مثلا خلصت كده عندي 20 0.5 كده فاهمين يا جدعان حد هو يرسم الكيرف وكده الناس اللي عندهم داتا يعني طيب ده لو انا عندي ايه نيو فلويد بعد كده تحت خالص في الفلو كاركترستكس طيب تحت كاتب لك فلو تايب لامينر اند تيربلنت ممكن في سهم تختار لامينر لوحده او تيربلنت لوحده الحته دي مهمه جدا مهمه جدا ما حدش يعديها طيب لامينر قول لي وتيربلنت قول لي دلوقتي في البايب عندنا مين ما خدش رينولدز نمبر هتعب اول ما حدش اخده كله اخده تمام في واحد كده ربنا يبارك له اسمه رينولدز تمام اختار رقم كده اسمه رينولدز نمبر ار اي قال لك يا سيدي الرقم ده بيساوي معلش دي حته لازم اشرحها بقى للاسف لو انا بتكلم انترنال فلو انسايد بايب بيساوي رو الدنسيتي في الفيلوسيتي بتاعت الفلويد دي الدايمتر بتاع البايب على ميو الفيسكوستي بتاعت الفلويد طب لو البايب عندي مش دايره بنسميه الهيدروليك دايمتر مش مهم دلوقتي مش هنشتغل على حاجات مش دايره عشان ما يتعبكمش تمام طب اهميه الرينولدز نمبر ايه ان هو لما انت بتحسبه جوه الانترنال فلو عندك رينج لحد 2000 وشويه لحد 2100 تقريبا ده بنسميه تيربلنت فوق ال 2100 لحد 4000 وشويه ده بنسميه ترانزيانت وفوق كده بنسميه ايه؟ تيربلنت فده بيحدد لك الحته دي فلازم قبل ما ابدا اصلا قبل ما ابدا احل اعمل استيميشن اصلا للنوز تمام؟ ليه؟ لان لو انا عندي بايب البايب يا لامينر يا تيربلنت يا لامينر يا تيربلنت مفيهاش نص مفيهاش نص ونص اوضح لكم معناها طيب نعتبر دلوقتي الدايمتر عندي كام؟ 80 مللي والرو عندي بتاعت ووتر 1000 والفيلوستي نص متر بير سكند يبقى نص في 1500 500 في 8 عشان اتعبكم بس مش هنقدر مش مهم يعني طيب اللي انا عايز اقوله ان هتلاقي ارقام ثابته ما بتتغيرش هتضربها ببعض هتجيب لك رقم واحد لرينولدز نمبر يمين زي شمال زي اي حته تمام فبالتالي الرينولدز نمبر ده في الانترنال فلو رقم ثابت خالص رقم ثابت فيكسد فبالتالي يا لامينر يا تربلنت هنا ما ينفعش تقول له ايه لامينر اور تربلنت هو هيحل بس هيحل غلط تمام فيا لامينر يا تربلنت في معظم الحاجات موست كيسز عندنا ما فيش حاجه اسمها لامينر لامينر ده يبقى البايب قطرها صغير جدا 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 الفلو بيمشي بسرعه بطيئه جدا 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 الفيسكوستي بتاعتي عاليه قوي 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 فبالتالي الرينولدز نمبر بتاعي قليل تمام فطبعا الكيس بتاعتنا اصلا الرينولدز نمبر بتاعنا حاجه و20000 لما تيجي تحسبه هيطلع حاجه و20000 انا عندي الفيلوستي نص متر بير سكند والدنسيتي تقريبا 1000 ووتر والهيدروليك دايمتر حوالي 80 ملي متر والفيسكوستي بتاعت الووتر تقريبا 8.9 في 10 اس ناقص 4 باسكال بير سكند باسكال سكند تمام فبالتالي لما تحسب الارقام دي كلها على بعض هتلاقيها حوالي حاجه 20000 حاجه 20000 يبقى ده تربلنت تحت صح كده؟ فاختار انا تربلنت طبعا لو انت شغال حاجات صغيره ورفيعه وطلع لامينر مفيش مشاكل اشتغل لامينر طيب ايه لامينر ان تربلنت دي؟ الحته دي للاكسترنال فلو الرينولدز نمبر الاكسترنال الرينولدز نمبر الاكسترنال فلو بيساوي رو برضو الدنسيتي في الفري ستريم فيلوسيتي في حاجه اسمها ال على نيو نفس كل حاجه ما عدا ال ده تمام اعتبر عندك بليت كده عندك سطح كده ال ال ده بيختلف من سطح من نقطه لنقطه يعني النقطه دي ال بتاعها كام بصفر مفيش لسه جسم فهو مش عارف يحسب لك الرينولدز نمبر الرينولدز نمبر بصفر اصلا مفيش جسم قدامه الرينولدز نمبر ده بيتحسب لحاجه صح ف
فانا اوريدي وانا عند النظري مفيش اي جسم لسه وشويه هواء هنا ما عندهمش ريلز نمبر ملوش مينينج الريلز نمبر تمام. نمشي قدام سيدنا كده المسافه دي كام؟ نص متر مثلا. اعوض هنا بنص متر اشوف عند النقطه دي لامينر ولا فيرمي. كمان مسافه كده هيبقى مثلا 200 متر اعوض ال ب 200 متر يبقى هنا النقطه دي ممكن تبقى تربلنت والنقطه دي تبقى لامينر. يعني هو ماشي لازم يبدا لامينر ويقلب تربلنت. لازم يبدا لامينر ويقلب ايه؟ فالحاجات دي مهمه في الاكسترنال فلو. فامتى حسبت اللامينر اور تربلنت؟ في الاكسترنال فلو. لامينر بس تربلنت بس للانترنال فلو. لو حد عنده مشكله في الحته دي يا سيدي. كابيتيشن مش مهمتنا دلوقتي. لسه الناس ما خدوش بايب لاين. طب انا اخترت تربلنت وهدوس نيكست. هيبدأ يقول لك شويه حاجات هنا. البارامترز اللي بتحدد لي الوولز بتاعتي. او الباوندري كونديشن. اول حاجه قال لك الديفولت وول ثيرمال كونديشن. اصلا انا مش مهتم بالموضوع ده. هو اصلا عامل الديفولت بتاعه ادياباتيك. ان هو لا هيدي حراره ولا هيطلع حراره، مش مهمتي مش قصتي. انا مش بدرس هيت. هتاثر بايه؟ هيختلف درجتين، اختلاف درجتين هتاثر في الفسكستي هتاثر في الدنستي جامد؟ ولا حاجه. مش مهمه خالص. يبقى ده مش دراستي مش ههتم بيها خليها ادياباتيك. الرفنس زيرو مايكروميتر. لو احنا اعتبرنا مثلا ستيل الرفنس هتبقى حوالي 15 مايكروميتر. تعرفوا تجيبوها من جوجل اي حاجه. عندكم كان في شيت بينزل لكم سنه ثانيه في ورقه بتنزل لكم كده كل نوع بايب والرفنس بتاعتها. المهم يعني طيب بمجرد ان انا حطيت الارقام هنا مش معنى ان انا عملت الرول ادياباتيك ولا معناه ان انا حطيت رفنس 15 مايكروميتر. مش معناها كده خالص. بس معناها ان ده الديفولت بتاعي. يعني اول ما اجي احط رقم هلاقي الرقم ده اللي قدامي بس هو لسه مش اوبن. يعني لو انا عندي بوكس هنا كده الرسم واضح هنا والدنيا ضلمه. لا ثواني. لا والله انا هوقف في البيت. حد يقول لي لا استنى واحد انا حرام دي. طيب حد يتعلم دول بس زرار حاجه خلاص كده. طيب لو احنا اعتبرنا ان احنا عندنا عندنا بوكس كده بكتب فيه الرقم بتاع الرفنس. دي مشكله. البوكس ده هتلاقيه هيدن لسه ايه مش اكتف خلاص. بمجرد ان دي عامل بوكس صغير جنبها مجرد ما تدوس كليك عليها هتلاقي البوكس ده ينور وتحط الرقم. اول ما تيجي تنور البوكس ده هتلاقي الرقم اللي انت حاطه هنا تمام. بس انت لو انت حطيت الرقم ده وما نورتش البوكس لسه ما فيش ايه لسه ما فيش رفنس. فده الديفولت بتاعي يعني. عشان كده بقول مش لازم تحطوها هنا تمام. هنحطها 15 ونتاكد من العمليه دي. نعمل نكست. شويه بارامترز دي انا ما بحتاجهاش. ما بحتاجش البارامترز دي غير في الغالب في الاكسترنال فلو وممكن في الغالب ما نتطرقش ليها. فبلاش تعمل اي حاجه هنا. دي الديفولت كونديشنز بتاعتي. الجاي بسرعه كام؟ درجه حرارته كام؟ ضغطه كام؟ مش مهم خالص بالنسبه لي حتى يعني خصوصا بالنسبه للانترنال فلو. ما تتجنب ابعدوا عنها خالص يعني. بالنسبه للاكسترنال فلو ممكن تحتاجها وممكن ما تحتاجهاش. ممكن انت اللي تحكم نفسك. يعني انت لو احتجتها ممكن تتجنبها ان احنا نعمل حاجه ثانيه. فممكن نلغي الشاشه دي مننا. ممكن عشان هتلخبطك جامد جدا. هتلاقي نفسك بتحط فلوستي هنا وفلوستي بره وضغط هنا وضغط بره مش عارف انت بتعمل ايه مش عارف الضغط ده بتاع ايه والفلوستي بتاعت ايه. فممكن الحته دي نبعدها. ماشي. في مشاكل؟ حد زعلان من الحته دي؟ في علامة زي كده وحاجة اسمها تربلنس بارامترز. دي حتة ادفانسد شوية مش مهمة دلوقتي. مش هتعرفوها خالص دلوقتي يعني. طيب نكست. هيبدأ بقى بيعمل لك عملية ايه؟ عملية ايه؟ الميشنج. أهم عملية قلت عليها في الايه؟ في السي اف دي. أهم حاجة في السي اف دي عملية الميشنج. ولا باوندري. أسهل حاجة الباوندري كونديشن. أسهل حاجة عندك الباوندري كونديشن. هتقول له السطح ده والله أنا عندي نو سليب كونديشن. السطح ده جاي لي سرعة قيمتها كذا، والسطح ده أوتلت بريشر كذا. سهلة قوي. أهم حاجة إيه؟ الميشنج. طيب أنت كده كده ممكن تعدل على الميشنج ده لما تخش. فإحنا مش مهمتنا هندوس فينش هنعدل عليه من جوه. يعني آخر صفحتين هنعدل عليهم إيه؟ من جوه. طيب لو أنا جبت فتحت الديزاين تري اخترت زي علامة كده. شايفين العلامة دي؟ تمام؟ العلامة دي
الكنترول ايفيكت نص متر في الثانية. عشان مش هحل يعني كل حاجة اتعملت كده موجودة هنا. لما يجي وقت الحل هجيب الريزلتس من هنا. نفس كل حاجة بالظبط. مش مشاكل. في حاجة هنا ظهرت. لو احنا عملنا زوم هتلاقوا فيه زي مستطيل كده اسود وماشي along البايب بتاعتي. ده بنسميه الدومين. طيب عندنا طريقتين نحط بيهم دومين في السوليد ووركس. الطريقة الاولانية للانترنال فلو ملهاش غير طريقة واحدة. وللاكسترنال فلو ليها طريقتين. في مشكلة؟ انترنال فلو طالما انت عندك كلوزد دومين خلاص هيبدا هو يحط لك. مش الانترنال فلو حاجه مقفوله صح؟ حاجه مقفوله. مش انتوا عارفين الفرق بين انترنال واكسترنال؟ اكيد عارفينها. طيب الانترنال طالما حاجه مقفوله هو لازم يحط لك الدومين بتاعه. فهو حط لي الدومين كده ايه مستطيل. طبعا الدومين ده مش عاجبني عايز ازوده. عندي مثلا بايب هنا داخله. لو انا افترضت هو لوحده بيعمل انالايز وبيعرف فين ابعاد الجسم بتاعي مش هتطرق لها. بس لو احنا افترضنا ان احنا عندنا بايب داخله كده بتدخل فلو كده ولما ده هو حط الدومين راح حط الدومين على البايب دي بس يبقى التالي انا محتاج اكبر الدومين ده وادخل فيه البايب صح؟ هروح على كومبتنشال دومين اعمل كليك يمين اديت ديفينيشن هتلاقي بقى ان انت ممكن تزود الون بالاكس الون بالزد الون بالواي تمام؟ ممكن تحط ارقام كمان ممكن كمان بدل ما تحل 3 دي تحل 2 دايمنشن حلو؟ لو احنا طرقنا كل حاجه من الحاجات دي مش هنلاقي وقت الحاجات دي انت ممكن تجيبها من هنا بس احنا هنشرحها هنحاول بقدر الامكان نشرحها تمام في مشكله في الدومين يبقى ده الدومين اللي هو هيحل جواه اي حاجه اوت سايد الدومين مش بيحلها وده الدومين اللي بيعمل فيه ماشينج اي حاجه اوت سايد الدومين ما بيعملهاش ماشينج يبقى الدومين بتاعي ده كل حاجه اللي انا بدرسها جوه لو في حاجه بدرسها وطالعه بره كده يبقى الموضوع ده مش هيتحل لازم اكبر ايه الدومين بتاعي يعني افترضنا جدلا ان كان في زي ما قلنا في بايب فوق جايه من هنا فهضطر اكبر الدومين كده عشان يشمل لي الايه لو في بايب جاي في مشكله اخرجه اخليه زي ما هو طيب المستطيل ده مضايقني مش عايز اشوفه خلاص انا اطمنت الدومين زي الفل كليك يمين وهايد تمام طيب ابدا بقى احتاج الباوندري كونديشن محتاجين كام باوندري كونديشن عشان نحل الواي دي ده سؤال حد عنده اجابه حد يقول لنا اجابه يا جماعه ايه طب حلو جميل الله قول قول والله لا مش هتعرف في واحد على طول بيقول لنا اختار 6 باوندري كونديشن يا جماعه قولوا اتناقشوا عقبال ما انسى اتناقشوا اللي عنده اجابه يرفع ايده طيب مش عارف انت يعني مش عارف ممكن يبقى ايه اللي بريشر اكسس بلاستيك مشكله ان لت واوتلت باوندري كونديشنز ادي اثنين ليه؟ لان انا كان عندي كام انلت وعندي كام اوتلت؟ وواحد انلت واحد اوتلت يبقى بالتالي عندي كونديشن الانلت ده كونديشن الاوتلت ده ايا كان الكونديشن مش لازم يبقى ده فيلوستي انلت وبريشر اوتلت تمام دي اول حاجه انا دلوقتي عندي اتنين في واحد ناقص بقى الواحد ناقص ايوه بالظبط يبقى البايب دي اي نقطه من اصغر البايب دي سرعتها بصفر زي ما احنا قلنا هنا في البايب دي النقطه دي سرعتها بصفر والنقطه دي سرعتها بصفر صح كده قطع طيب ممكن نفتح اللوب يبقى على حسب في الانترنال فلو نركز في الانترنال فلو نركز تاني في الانترنال فلو على حسب عندي كام انلت وعلى حسب عندي كام اكزيت هختار الباوندري كونديشن
عندي واحد ال صح؟ يبقى ادي واحد، وعندي كمان اكزت ادي اثنين صح كده؟ وعندي كمان الثالث، الثالث ده بنسميه ايه؟ النوستد باوندري كونديشن. انا عندي لو عندي بايب كده لازم كل النقط اللي موصله للبايب دي سرعتها تبقى بصفر، ده بنسميه النوستد باوندري كونديشن. تمام؟ يبقى انا كده عندي ثلاثه. نفترض ان احنا عندنا اكسترنال فلو، عندي اير فلو. طيب محتاجين كام باوندري كونديشن؟ الحاجات دي انا بركز فيها مش ملل، انت هتحل سي دي غلط يا هتحله صح، مش هتعرف، لازم تبدا صح. فانا اسف يعني لو انا في ناس ما بتحبش المنظر ده بتكره الشغل من حضرتك. في حاجات مهمه، ها محتاجين كام باوندري كونديشن اكسترنال؟ لا اطلع اللي محتاج اكزت، ده اصلا مفتوح صح كده؟ يبقى انا لما هحدد له كل البارامترز اللي جاي بيها الفلو المفروض يظبط حاله في الاوتلت صح كده؟ لان البارامترز دي ده اصلا اكسترنال فلو معناها ايه؟ ان انا الدومين بتاعي كبير جدا، ان الهواء ده فوق زي تحت زي يمين زي شمال صح؟ فبالتالي المفروض ان اخر الفلو نفس الكونديشنز اللي جاي بيها. ماشي تمام؟ فبالتالي في الاكسترنال فلو انا مش محتاج اكزت، يبقى انا حددت له الفري ستريم كونديشنز، والله درجه حط الفلو بتاعي كان كذا وسرعته كذا، صح كده؟ يبقى يمين زي شمال في كل حاجه. تمام؟ وفوق زي تحت. يبقى ده اول باوندري كونديشن، ده بيتحط من الويزرد اللي هو الشاشه اللي احنا تجنبناه. ممكن نتجنبه ونعملها بطريقه ثانيه. بس دي خلوها قدام. تقريبا يا انحرق يا حصل اشتغل. طيب ايه تاني باوندري كونديشن هنا في الاكسترنال؟ النص ليه باوندري كونديشن؟ كل النقط الملاصقه للسطح بتاع الايروفويل سرعتها بصفر. في حاجه ثانيه؟ مفيش حاجه ثانيه. وضحتوا ازاي بتعرفوا باوندري كونديشن بتحط كام واحد؟ وانت اوريدي لما تحط واحد زياده هيقول لك الموضوع اكسيديد. تمام؟ بس المهم انت تعرف انت بتحط ايه وما بتحطش ايه. ده اللي يفرق ما بين مهندس وما بين واحد حافظ السيف دي كده. ما فيش حاجه اسمها حفظ السي اف دي. تمام؟ على حسب الدراسه بتاعتك على حسب كل حاجه هتختلف. طيب في حاجه اسمها السب دومين، دي ادفانسد ما تفككوا منها. يعني السب دومين دي لو انت عندك فلو ووتر وفوقيه مثلا سيركمفرنشال كده اويل بيعدي كده. تمام؟ فانا عندي كذا دومين، عندي اويل وعندي ووتر وعندي جاز اكيد. يعني لسه احنا بنقول بسم الله. فالحته دي هنتجنبها. عندنا الباوندري كونديشن ده اللي انا شرحتها هنفتحها دلوقتي. تحت الباوندري كونديشن الجولز، وبعد الجولز في الريزلتس. المفروض ان في كذا حاجه تحت الجولز بس هما ايه؟ طالما مش موجودين ممكن نظهرهم بس. تحسب عند الدكتور ايه بقى؟ اهو البنسوري. ماله بقى عايزين نحسب ايه في البنسوري؟ ما هو خلاص بيحسب. اه صبر بنروح ليه اللي في اكسل بس؟ انا عندي مايك صح؟ لو انا حددت لها ال ال بلس وحددت لها الاكسل فريش تمام؟ فانا دلوقتي عندي سواء بقى ده عارفين التوتال بريشر والدايناميك بريشر والستاتيك بريشر اكيد كلكم عارفين صح؟ فانا عندي توتال بريشر وعندي ستاتيك وعندي دايناميك صح كده؟ صح؟ ايا كان اي واحد منهم لو انا اديته هنا الفيلوستي لو اديته الفيلوستي يبقى انا كده اديته الدايناميك صح؟ من النص صح ولا انا غلط؟ طالما اديته الفلوس يبقى انا اديته الدايناميك بريشر. فانا لو اديته هنا التوتال يبقى هيطرح منه الدايناميك ويجيب منه الايه؟ انا كده معايا الاثنين. تمام؟ انا عندي بقى البريشر اللي وصل له هنا. وعندي الفلوس اللي بدا فيها من هنا. وانا عندي الرفنس بتاعت الباي دي وارونج فيها الفريكشن كله معايا. يبقى لو ضفت الفريكشن ده للبريشر ده
الاستاتيك للديناميك ده هجيب التوتال بريشر كام؟ هو برضه بيتسال وصلنا تاني. تخيل انت عندك انرجي هنا مش هقول بريشر، عندك انرجي هنا وهنا في شويه فاقد حصل، هو شويه الفاقد اللي حصل ده اصلا بيحسبهم في السي بي تمام، وعندك هنا ايه جزء من الانرجي تمام، يعني انت مش عارف الانرجي هنا بكام وعارف الانرجي هنا بكام وعارف اللوسز، فاللوس زي الانرجي اللي هنا اكيد هي الانرجي اللي هنا، الطاقه هتروح فين بقى تاني؟ مفيش حاجه تاني صح؟ يبقى اكيد هيجمع الفريكشن وهيجمع ده هيحط لك هو هيعرف لك الاستاتيك هنا البريشر لوحده. فهتلاقي ان انت ما ينفعش تحط فيلوستي وديناميك بريشر، يعني ما ينفعش تحط فيلوستي وفيلوستي، لان هنا لو ديناميك وديناميك هجيب لك الاستاتيك هنا ازاي؟ هو هيعرف يجيب هنا ولا هيعرف يجيب هنا؟ هيجمع ده على ايه؟ هيجمع اللوسز على ايه؟ صح؟ يبقى ما ينفعش تحط فيلوستي وفيلوستي، ما ينفعش تحط كيو وكيو، كيو فلوريت يعني ما ينفعش تحط فلوريت وفيلوستي، ما هو الفلوريت هو الفيلوستي، ما هو الفلوريت طبعا الاريا في الفيلوستي صح ولا انا غلطان؟ ففي حاجات كتير انت المفروض ديستانس كده تبقى عارفها، في مشكله؟ طيب ليه بقى ما اختاروش البنشوري؟ هو لوحده البنشوري الاريا قلت هو هيحسب السرعه، ايه المشكله؟ انا عرفت السرعه هنا ده الكروس سكشن قل، هو لوحده هيحسب السرعه هنا قل زادت، الكروس سكشن قل السرعه زادت هو لوحده هيحسب، وكل البريشر لوسز دي هو بيحسبها تمام. طيب في شويه حاجات المفروض تحت الجولز بس هو ما بيضيفهاش غير لما انت تحتاج لها بعد كده هتدور عليها وهتبقى تجيبها، فخلينا احنا شغلنا في الليمت ده تحت الجولز وفي الريزلتس، اكيد مش هنشغل بيقول لك نوت لودد فاكيد لسه ايه احنا لسه ما عملناش حاجه عشان يحصلها لود. طيب نحط باوندر كونديشن، كليك يمين انسرت باوندر كونديشن خلاص. طيب اول حاجه انا عايز احدد الانلت، انا اطمنت ان ده الانلت بتاعي صح؟ الانلت بتاعي ده ولا ده؟ اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي جوه. اللي جوه لسببين. طيب دلوقتي هختار اللي جوه كانلت كونديشن كانلت بتاعي ليه؟ لسببين. اول سبب ان السطح الخارجي ده لما انا اديله ان ده الانلت، اول حاجه لما انت تديله في الباوندري كونديشن سيرفيس بتحطها في دماغك، لما تديله سيرفيس بيديك المتجه العمودي على السيرفيس وطالع لبره، يعني ده سيرفيس صح؟ المتجه العمودي على السيرفيس وطالع لبره عامل ازاي؟ كده، فكده هيقول لك ان ال بلس كده. تعال نضرب، ها بص اتجاه السهم عمودي عليه طالع لبره، حلو؟ طالع لبره يعني مش هيخترق السوليد، لو عندي سوليد يبقى امشي في الناحيه الثانيه، يعني لو عندي سيرفيس ثاني لجوه هيبقى عمودي عليه داخل ايه؟ لجوه كده، فده بتاعي ده اللي انا عندي، واضحه؟ ده اللي انا عايزه، ده اول سبب. ثاني سبب نبص مع بعض، اصل الريزلتس يا جماعه الريزلتس دي هتطلع في ثواني وهتفهموها على طول كده، اهم حاجه بس الكونسبت ازاي تحلو، معلش يعني انا اطول عليكم وخلاص. طب نروح نعمل شغل للكومبيتيشنال دومين ونعمل زوم هنا كده، ها شايفين نهايه البوكس اصلا فين؟ انا اصلا لو اديت له كونديشن على السيرفس ده كان اول كونديشن هو اوت سايد دومين، تيجي نجرب الحته دي هشرحها. بص قال لي ايه؟ فيس 1 از اوت سايد كومبيتيشن دومين، هحل ازاي؟ مش مالوش لازمه، ده اصلا اوت سايد اللي انا بحله صح؟ فلازم اضمن ان السيرفس اللي هختاره برضه ايه؟ جوه الدومين. الحته دي واضحه؟ تمام. طيب انا فتحت الايه؟ الباوندري كونديشن، هبدا اختار السيرفيس اللي جوه وعارف ان ده ال بتاعي. عندي ثلاثه تايبس. اول حاجه انا السليكشن اختار السيرفيس. اخترته جنب هنا. لو انا مش عايز وعايز امسحه كليك يمين وديليت. لو عندي كذا سيرفيس وعايز امسحهم كلهم كليك يمين دي اول. تمام؟ طيب في شويه فلتريشن هنا لو انت عندك سيرفيسز كتيره. خلوها قدامي. ودي الفولدرز بتاعتي. طيب انا كنت عامل كوردينت صح، تعال نشوف الفرق.
هعمل هنا كليك يمين وديليت، مش عايز الكوردينيت دي، واختار كوردينيت سيستم 2. هتفرق؟ كان هو بادئ من الاوريجن هنا، هو بادئ من هنا، فرقت؟ فرقتش حاجه، عشان كده بقول لكم مش مهمه دلوقتي. تمام؟ يبقى هعمل ايه؟ اعمل هايد بس للدومين عشان انا بتزاول منه. هعمل كليك يمين انسيرت باوندري كونديشن واختار السيرفيس ده. خلاص سيلكشن خلصنا. الريزونانس اكسس بتاعي اكس، يبقى النقطه دي هيبقى الستارت بتاعي اكس. تمام؟ بعد كده في طيب في ثلاث اشكال واضحين؟ في ثلاث اشكال واضحين؟ اول واحد اسمه فلو كونديشن. تمام؟ ثاني واحد ده البريشر. وثالث واحد ده الوول. في غيرهم؟ طيب وقفنا فين بقى؟ وقفنا عند الطيب. الطيب اول حاجه عندي اللي هو عندي ثاني حاجه البريشر وعندي ثالث حاجه اللي هو عندي حاجه ثانيه؟ ما هو لو قلت لو اكس تبقى المحل هي ايه؟ يا فلو يا ايه؟ يا بريشر. لو قول يبقى انا محتاج قول. حاجه ثانيه ما فيش اي حاجه ثانيه محتاجها. طيب احنا دلوقتي الانلت سيرفيس عايزين نديله السرعه، عايز اقول ان الانلت فيلوستي بتاعته كام؟ نص متر بس. فبالتالي عندي كذا اختيار، اول حاجه اول حاجه عندي الانلت ماس فلو، يبقى انا هدخله الماس فلو ريت بالكيلوجرام بير سكند بقى باي حاجه. تمام؟ تيجي ننزل تحت كده نشوف الوحده. طب الله ما احنا مختارين اس اي يونتس، فهتلاقي ان الام دوت بالايه؟ بالكيلوجرام بير سكند. طيب ممكن ادخل له الانلت فوليوم فلو اللي هو ايه؟ هيبقى وحدته ايه؟ متر كيوب بير سكند. تعال نشوف كده، متر كيوب بير سكند. تمام؟ ممكن اختار له الانلت فيلوستي، وده اللي انا عايزه. فده انلت فيلوستي وسرعته نص متر بير سكند. هتلاقي في ثلاث حاجات طلعوا وتحتيها الرقم وتحتيها علامه اسمها فولي ديفلوبد فلو. لو انا علمت على علامه فولي ديفلوبد فلو هيبدا يعتبر ان الجسم خلاص الحته بتاعت الديفلوبد ريجن انتهت. لو انا مثلا عندي البايب طويله قوي ومش عايز ابدا ادرس الحته دي. فده اللي انا عملته معاك. انا عملت هنا ايه؟ عملت شكلين، هنحل مع بعض واحد بالفنشوري وهنحل مع بعض واحد بالاوريفيس. اللي بالمنشوري هعمله في الديفلوبنج ريجن، يعني مش فولي ديفلوب، عشان ندرس موضوع الديفلوبنج ريجن وندرس موضوع الفنشوري. في الاوريفيس مش احنا اوريدي درسنا خلاص الديفلوبنج ريجن؟ عشان ما اطولش الحل واثر البايب، ما لو اثرت البايب الدومين قل، الميشنج قل، السيلز قلت، فبالتالي هبدا احل بسرعه. وانا خلاص الحته دي درستها معاكم، فبالتالي في الاوريفيس هلاقي عامل نفس هلاقي عامل مارك على الفولي ديفلوب. في مشكله؟ بس انا في الفنشوري هنا مش عامل مارك لان انا مطول المسافه قوي. عشان نشوف مع بعض الايفكت بتاع مين؟ بتاع الانترانس ريجن. تمام؟ في عندي ثلاث حاجات هنا. اول حاجه عندي نورمال تو فيس، يبقى انا عندي متجه السرعه عمودي على اتجاه المساحه. صح؟ متجه السرعه هو متجه المساحه، عارفين متجه المساحه؟ عمودي عليه وطالع لبره. يبقى متجه السرعه متجه هو متجه المساحه، ده اول حاجه. ثاني حاجه لو هو اصلا جاي يسويرل، جاي بدوامات. وتالت حاجة لو أنت عندك 3D فيكتور، عندك إيكويشن بتحكم الفيلوستي في اتجاه إكس وواي وزد، وعندك شكل معين أنت بتحكمه. نفس الموضوع هنا في الفانكشن، ممكن تدخله ممكن السرعة ليها مثلا ريليشن مع الأر، عند الأر بكذا السرعة كذا، ممكن بقى الشكل اللي إحنا عارفينه، أنا مثلا بدخله كده. داخل بأي شكل، صح؟ فممكن أديله بالفانكشن دي، ممكن يبقى كونستانت، ممكن يبقى راديال بيتغير مع الراديال، ممكن بيتغير مع الاكس اكسس، ممكن بيتغير بايكويشن مع الواي اكسس. يعني جربت كده اكتب ايكويشن عند ار بكذا اف الفيلوستي بكذا، ار بكذا الفيلوستي بكذا، فحد يعمل اكنه بيعمل ايكويشن. تمام؟ طبعا الحاجات دي مش مهمه قوي بالنسبه لنا، خلينا على نص متر بير سكند ونورمال تو فيس، ومش هعلم على فولي ديفلوب، هشتغل على الديفلوبنج ريجن وهو لوحده هيعمل فولي ديفلوب قدام. في مشكله؟ ننزل تحت فيرمو دايناميك بارامتر. طبعا انا مش بدرس حراره بس هنفتحها عشان نشوفها. هنزل تحت هيقول لي درجه حراره الفلو عايزها كام؟ انا مثلا عايزها 298، مش اكتر ان دي هتحدد لي الدنستي بتاعتي بكام والفيسكوستي بتاعتي بكام، مش هحتاج اكتر من كده.
تمام. طيب تيربلانس بارامتر دي حاجات ليها علاقه بالتيربلانس، المايه اللي جايه فيها تيربلانس قد ايه، حاجات بتتعمل اكسبيرمنتال كده، بلاش نتطرق لها دلوقتي. المهم ان احنا عندنا كذا طريقه بنحل بيهم التيربلانس دي، حاجه اسمها الاي وحاجه اسمها كي ابسلون وكذا كذا حاجه يعني، فبلاش نتطرق لها خالص دلوقتي بلاش. بعد كده باوندري لاير، لو انا اصلا عارف بارامترز الباوندري يعني، لو عملت على سيت بارامتر هقول والله ممكن تبان اكتر في الاكسترنال. الباوندري لاير دي الطبقه اللي بتتكون بسبب الفيسكوس، في طبقه بتتكون كده باختلاف سرعات، النقطه دي سرعتها مختلفه عن النقطه دي، سرعتها مختلفه عن النقطه دي، تبدا السرعه تقريبا تزداد تمام. فالمنطقه دي بتكبر طبعا وانا ماشي، المنطقه دي اسمها ايه؟ الباوندري، ده الباوندري لاير، المنطقه دي اللي جوه الباوندري تمام. ده الباوندري لاير بتاعي، فبالتالي انا عندي حاجه اسمها الدلتا، الدلتا دي المسافه بتاعتي. فانا لو بدرس اكسترنال فلو سيميليشن مثلا، الحاجات دي مش مهمه في الانترنت انا بحاول اشرحها بس، فلو انا بدرس اكسترنال فلو سيميليشن وبدرس من نص الجسم مثلا، وانا عارف ان البدايه دي الباوندري لاير عندي باديه من تكنس كذا، فاحط له بقى البارامترز. الدلتا دي الباوندري لاير الفيسكس، الفيسكس اللي يعني بتتكون بسبب الفيسكوستي، الفيسكوستي بتاثر بالسرعه، في فيسكوستي هتبدا فيه تدريج في السرعات، تدريج في السرعات ده بيحصل بسبب مين؟ الفيسكوستي دي بنسميها الفيسكوس باوندري لاير. لو حصل تدريج في التمبريتشرز بسبب اختلاف في درجات الحراره خلاص، لو حصل تدريج في التمبريتشرز ده بنسميه ثيرمال باوندري لاير، بيبقى نفس الشكل ده بالظبط، عندي جسم والجسم ده بيطلع حراره، النقطه دي كانت نقطه بارده، هتبقى النقطه دي طالما اقرب واحده للجسم هتبقى نقطه سخنه جدا، والنقطه اللي فوقيها هتبقى ايه؟ بارده، فبالتالي هيبقى في اختلاف في تدريج في درجه الحراره صح؟ هيبدا يعمل لي باوندري لاير بنسميها ثيرمال باوندري لاير، فدي اسمها دلتا تي، اللي عندكم دلتا ودلتا تي تمام؟ طبعا الكور فيسكوستي، الكور فيلوستي والكور تمبريتشر، الكور فيلوستي دي النقطه اللي عند الكور بالظبط سرعتها بكام، والكور تمبريتشر النقطه اللي عند الكور بالظبط سرعتها درجه حرارتها بكام. شغل ملوش لازمه هنا دلوقتي تمام. خلصت الباوندري كونديشن بتاعه الانلت، طبعا عندي انلت فيلوستي وعندي اوتلت فيلوستي، ناخد بالنا بقى كل حاجه عندي انلت ماس فلو ريت وانلت فلو وانلت فيلوستي زيهم في اوتلت ماشي، مش اي حاجه خالص. طيب ندوس صح، يبقى احنا كده خلصنا الباوندري لاير بنسميها ايه؟ انلت فيلوستي. تيجي نعمل زوم كده، لما اعلم عليها بالازرق هنا اعمل كليك عليها واقرب هتلاقي في اسهم، ده اتجاه الفلو. انا قلت انلت فيلوستي نص متر بير سكند، يعني انا احدد واحده بس، احدد واحده بس، ما الفلو، الفلو ريت، الفلو ريت فوليوم فلو ريت بتضرب الفيلوستي في الاريا، وهو عنده الاريا بيحسبها لك، الفوليوم فلو ريت، الماس فلو ريت، عندك الاريا وعندك الدنسيتي، عندك كل حاجه هتحسب الماس فلو ريت تمام. هما نفس الحاجات بالظبط، الفرق انت حاطط الانسترومنتس اللي انت شغال بيها هنا بتقيس لك فلو ريت، ما انت التراسونيك فلور ميتر هتقيس فلو ريت صح، بتدخله انا والله انا عندي انا عارف الفلوريد ما اعرفش الفلوستي كام صح. لو انت عندك الانسترومنت بتاعتك بيتوت تيوب بتقيس لك الفيلوستي، بتقيس لك الديناميك، بيتوت ستاتيك تيوب بتقيس لك الديناميك فيلوستي بتجيب لك الفيلوستي بكام، يبقى اقول له والله الفيلوستي عندي بكذا على حسب الانسترومنت اللي انا عارف، انا الكونديشن اللي انا عارفه هنا ايه بتختلف بقى وانت شغال في الاندستري تمام. فده الانلت كونديشن، اتبقى الاوتلت واتبقى الباوندري كونديشن. نعمل كليك يمين انسرت باوندري كونديشن، اختار السيرفيس الاوتلت، طبعا السيرفيس اللي انا بختاره ده السيرفيس مين؟ ده الليد اللي انا قافل بيه، اختار السيرفيس ده وابدا اقول له والله انا عندي مش هعرف اقول له لا ماس فلوريت ولا فوليوم فلوريت ولا فيلوستي خلاص، التاب دي اخترتها ما اقدرش اختار فيها تاني، ملهاش اي لازمه
صح؟ فابدأ أقول له والله أنا عندي بريشر، عندي ثلاث حاجات، عندي حاجة اسمها الانفايرمنت بريشر، وعندي حاجة اسمها الاستاتيك بريشر، وعندي اسمها حاجة اسمها توتال بريشر. الانفايرمنت بريشر احيانا بتشتغل كاستاتيك واحيانا بتشتغل كتوتال، فانت عشان ما تتلخبطش اشتغل بالستاتيك او توتال. فاهم قصدي؟ يعني الانفايرمنت دي يا ستاتيك يا توتال، على حسب شويه كونديشن عندك في الرسمه هو لوحده بيحدد. لو انت اخترت انفايرمنت هو يقول لك الانفايرمنت ده توتال ولا ستاتيك لوحده، تمام؟ فعشان ما تتلخبطش ستاتيك ستاتيك توتال توتال، خلاص. فانا مثلا عندي التوتال بريشر، عندي الاستاتيك مثلا بريشر اوتسايد الانفايرمنت 1 بار ودرجه الحراره 298 مثلا، تربلانس بارامتر احنا مش هنطرق ليه، تمام؟ في مشكله هنا؟ هدوس صح. يقول لي ايه؟ انا اخترت تو فيسز، نسيت يعني كنت معانا مع الفيس الاولاني ودخلت وانا جيت اعمل انسيرت باوندر، كنت كليك يمين انسيرت باوندر كونديشن، كنت اصلا معلم على السيرفيس ده، فلما دخلت اصلا في الانسيرت باوندر كونديشن اتحط معايا مستني واحد تاني، انا دوست على التاني، فكده بقى عندي تو سيرفيسز. انا اوريدي اول واحد مدي له بارامتر، عشان كده يقول لي لا ده انت مدي له ايه؟ مدي له كونديشن. الحاجات الايرور دي ما تعملوش كلوز اول، اوكي صح؟ لازم تظهره، ماشي؟ فدي فيس 1 نعمل له كليك يمين ديليت وادوس صح، كده ما فيش مشاكل. عايز اشوف فعلا اتحط ولا ما اتحطش، اقرب واعمل زوم اهو، يبقى انا عندي بريشر هنا اوت بريشر، لو دوست عليه هيقول لي قيمته بكام؟ 1.413 بار، يبقى ده الايه انفايرمنت بريشر بتاعي. هو عامل ده هو بيدي كونديشن سهم لونه احمر واتجاه واحد، ده معناه بلاست او فلو ريت او فول او ماس فلو ريت، فولي فلو ريت او ماس فلو ريت، سهمين سهم لونه ازرق في اتجاهين معناه بريشر. ده بس عشان يوضح لك ده ايه وده ايه وده ايه. طيب اتبقى حاجه اخيره، بقى ايه؟ نوستي باوندر كونديشن، كليك يمين انسيرت باوندر كونديشن، هتروح على الوول، هنبدا نختار. خد بالك بقى الجسم ده بيتكون من كذا سيرفيس، عندي السيرفيس ده وبعد كده هتلاقي في خطين، يبقى ده سيرفيس بعد كده سيرفيس. فلما تختار ما تختارش ده بس، تختار كل حاجه. هروح على وول، عندي حاجه اسمها ريال وول وعندي حاجه اسمها ايديال وول. ريال وول ده معناه نوست باوند كونديشن، ان كل النقط اللي هتلمس اي سطح هتبقى سرعتها صفر. ايديال وول معناها ان ده مجرد دومين بيحكم لي اتجاه الفلو، دومين وهمي بيحكم لي اتجاه ايه؟ الفلو. فبالتالي النقط اللي هنا سرعتها باتجاهاتها العاديه، يعني كل ده السرعه ايه؟ ايديال. قدام شويه السرعه هتزيد بس ستيل ايديال. واصله؟ يبقى الريال رول ده اللي احنا بنشتغل عليه. ايديال رول ده نادر قوي يعني. فاحنا هندوس ريال رول. بعد كده تحت خالص هتلاقي ايه؟ ثلاث بوكس هيدن. ده اللي انا قلت عليه. اول واحد درجة حرارة الول. أنا بدرس درجة حرارة، أنا ليه اهتمام درجة الحرارة؟ قلت لك الول بيسخن المية، المية بتسخن الول، ماليش دعوة، أنا ما بدرسش الحتة دي دلوقتي فمش هحطه. تاني واحد الهيت ترانسفير كوفيشنت. الهيت ترانسفير كوفيشنت اللي هو الاتش. الناس أخدت هيت ترانسفير، ما بدرسش هيت ترانسفير فمش ده اللي مش هحط، مش ماليش دعوة بيه. يكون زي ما يكون. كل ده هيأثر لي في درجة الحرارة اللي هتأثر لي في الإيه؟ بروبرتيز بتاعة المادة مش أكتر. صح؟ بعد كده الرفنس. الرفنس دي احنا اخترناها في الدومين واحنا في الويزر دي كام؟ 15 مايكرومتر، بس هي ستيل هيدن. اول ما تدوس عليها هتلاقي رقم 15 اصلا مختار. فهمتوا قصدي؟ بس هو اصلا ما كانش اختار. طيب الرفنس دي ايه؟ خد بالك بقى الرفنس دي مهمه جدا. امتى اختار رفنس وامتى ما اختارش رفنس؟ انا عايز اقتراحات، عايز حد يشاركني. التربلنت فلو زي ما هو زي ما باشمهندس خالد قال، التربلنت فلو الرفنس مهمه جدا، لان الفريكشن في التربلنت فلو بنسبه 90% بيبقى هو الدوميننت، فهو اللي بيحكم لي كل حاجه بالنسبه للتربلنت فلو. بالنسبه لللامينر فلو الرفنس ما بتخشش معايا في الايكويشن، خلاص.
لان فريكشن فاكتور في اللامينر فلو 64 على رينولدز نمبر ملهاش اي علاقه برافنس. الفريكشن فاكتور في التربلان فلو شويه اكسبيريمنتال ايكويشنز ليها علاقه بالرافنس بتطلع لك الفريكشن فاكتور. تمام، الناس اللي ما خدتش الحته دي ما تستعجلش. المهم يعني في التربلان فلو لازم تدخله رافنس، في اللامينر ممكن ما تدخلوش رافنس. تمام، ايه الرافنس دي؟ لما انت تيجي تبص على اي سطح بالميكروسكوب طيب عندك سيرفيس كده، لما تيجي تبص عليه بالميكروسكوب مش هيبقى سيرفيس بلاك كده، هتلاقي كده. تمام، مفيش سيرفيس في الدنيا سموث، بيرف سموث صح كده. فبالتالي دي اسمها الرافنس، بتتقاس بالمايكرومتر. تمام، فدي مهمه في التربلان فلو لان الفلوستي في التربلان فلو عاليه جدا جدا، فبالتالي بيحصل احتكاك عالي جدا تحتاجها. ممكن ناخد بريك. طيب احنا وقفنا عند الرفنس، اخترنا الرفنس، بعد كده في الول موشن تحتيها. لو انا جيت علمت مارك على الول موشن هنا هتتفتح. ايه الول موشن دي؟ الول موشن لو انا عندي وول مثلا بيتحرك هنا، طبعا البايب ثابته، الول بيتحرك. ابلكيشن زي ايه؟ زي كويت فلو، نفس السنة ثالثة بس اللي هتعرف. كويت فلو ده فلو بين تو سيرفيسز، واحد منهم ممكن بيتحرك، الاثنين بيتحركوا، واحد بيتحرك واحد فيكسد. فدي بتبقى زي سمبليفيكيشن كده للبيرنج، الجورنال بيرنج بيعملوها الفلويد ميكانكس. تمام؟ أو مثلا عندك الول موشن مثلا زي إيه مثلا؟ عندك مثلا هتعمل سيميليشن على العربية. العربية دي تحتيها ارض، فطبيعي الارض دي بتتحرك بالنسبه لايه؟ للهواء، صح كده؟ فلازم تحرك الارض وتحرك العجل، صح؟ لان الهواء اللي هو بتخليه فيكسد. تمام؟ معرفش، انا معرفهاش، بس هي الفكره ان الون موشن اي سطح عندك بيتحرك ممكن يبقى تختار السطح وتقول له والله انا عندي، لو اخترت السطح هتدي له لينير فيلوستي او انجلر فيلوستي. تمام؟ طبعا احنا عندنا الول ما بتتحركش. اخترنا السيرفيسز، اخترنا سيرفيس واحد، ما ننساش نختار ده كمان ونختار ده كمان، هما ثلاثه. طب هختار الانلت والاوتلت؟ لا مش هختاره. ايه تاني؟ طيب خلاص كده ندوس اوكي. لحظة، انا مختار كذا سيرفيس، مختار برضو كذا. تمام كده، ريال وول في رفنس، وادوس صح. طيب هيبدأ يديك زي شكل كده، جينا عملنا زوم. زي نقط مكعبات كده، دي معناها الرفنس. يعني احنا شفنا السيمبل بتاع الفيلوستي سهم لون احمر في اتجاه واحد، نفس المواضيع هنا. طبعا الاشكال دي لو كتيره قوي ممكن تخنقك يعني، فانا بعمل كليك يمين وهايد اول، كل حاجه ايه تروح. تمام، طيب انا بدات خلصت كده الباوندري كونديشن بتوعي صح؟ هبدا احط الجولز بتاعتي لو انا محتاجها. طيب ايه الجولز دي؟ احنا هنا مش محتاجين جولز، بس الجولز دي بتحدد لي حاجتين. الاهداف اللي انا عايز اوصل ليها من السيف دي،
وامتى الحل بتاعي؟ لو هدوس على كليك يمين هيبقى في انسرت جلوبال جول، في انسرت بوينت جول، وفي انسرت سيرفيس جول، في انسرت فوليوم جول، في اخر واحد انسرت ايكويشن جول. نمسك واحد واحد. الجلوبال جول ده على الدومين كله، يعني لو انا دوست على كليك يمين اخترت جلوبال جول مش هيديني سطح اختاره ولا فوليوم على الدنيا كلها، كل الدومين هحسب عنده. بقى عندك الاستاتيك بريشر، ممكن احسب المينيمم او الافرج او الماكسيمم او البالك افرج، تمام. عندك التوتال بريشر هتحسب بقى، يعني هو عنده كل نقطه ليها بريشر وكل نقطه ليها ايه، كل نقطه ليها بريشر مختلف عن النقط الثانيه، هيحسب كله ويعمل لك مثلا يجيب لك المينيمم او يجيب لك الماكسيمم او يجيب لك الافرج لو انت محتاجه. عندك ممكن تحتاجها مثلا في الدينستي لو انت عندك درجات الحراره بتتغير بشكل كبير، فانا ما اعرفش الدينستي هتبقى كام بالظبط، فاختار الافرج دينستي. هو الرينولدز نمبر عباره عن ايه؟ رو في دي على ميو. لو انا عندي هيتنج، عمليه هيتنج او عمليه كولينج، دلوقتي درجه الحراره بتختلف باختلاف كبير جدا، وعندي اويل فالفيسكوستي بتختلف، فبالتالي لازم اعرف الفيسكوستي بتاعتي بكام والدينستي بتاعتي بكام، بيختلفوا جامد. طب اختار ايه؟ لازم اختار الافرج، فهحل هختار الافرج الدينستي دي، هختار الافرج وهحط ايكويشن جول. ايكويشن جول دي بعد ما تحط شويه سيرفيسز جول وجول وجلوبال جولز هتحطهم في ايكويشنز، يعني تقول مثلا الدينستي الافرج دي هتاخدها رو في دي على ميو، هتحطها في ايكويشن بس هو يحسبها لك، تمام. انا عايز الحته دي ضاعت منكم، لو ما حدش قال ضاعت انا هعديها خالص، لكنها اتشرحت وكل حاجه مفهومه. تاني طيب، عندنا حاجه اسمها جلوبال جول. جلوبال جول ده على الدومين كله، فانا لو عندي مثلا دينستي عندي اختلاف درجات حراره كتير جدا وعايز اعرف الدينستي الافرج بكام، هدوس افرج وهدوس صح. ففي الجولز في الاخر في الريزلتس هيقول لك والله الافرج دينستي عندك بالرقم الفلاني. طيب نفس الموضوع مثلا الوريت، الفيلوسيتي باتجاه اكس، الفيلوسيتي باتجاه واي، الهيت فلكس، الفورس في اتجاه اكس، عندك جسم كبير جدا عايز تشوف الدراج عليه. طيب لو انا عندي جسم كبير جدا كده بوكس وعندي الكوردينتس بتاعتي ده اكس وده واي وده زد، انا عايز احسب الدراج والفلو جاي كده. الدراج ده عارفين الدراج دي الفورس اللي بيأثر بيها اي فلويد على اي بادي، تمام. يعني في فلويد ماشي كده خبط في بادي هيزق البادي، لو الفلويد ده ماشي بسرعه جامده جدا لو عنده بريشر جامد جدا ممكن يحرك البادي ده، صح. الفورس اللي بيأثر بيها دي اسمها دراج فورس. الدراج فورس دي اتجاهها مش الفورس ده متجه، اتفضل انا صح، الفورس دي متجه صح كده، فاتجاه الفورس بتاعت الدراج في اتجاه موازي للفري ستريم فري ستريم فيلوسيتي. يعني لو الفري ستريم فيلوسيتي بتاع الاير او الهواء او المايه جاي كده في اتجاه اكس يبقى الدراج فورس في اتجاه ايه؟ اكس. فافرض عندي بادي زي كده شكل معقد بقى مش بالمنظر ده، كميه السيرفيسز اللي فيه كبيره جدا، فبالتالي لو انا هختار سيرفيس جول وهختار سيرفيس هتعب جدا. انا كده كده محتاج الدراج على السير على الايه؟ على البادي كله، فاختار جلوبال جول واقول له انا والله انا عايز الفورس في اتجاه اكس، يبقى انا هجيب كده ايه؟ الدراج فورس، صح كده؟ بدل ما اختار سيرفيس. لو انا عندي كذا جسم في كذا في الفلوسيميشن عندي كذا جسم كذا حاجه، او عايز ادرس الجناح اليمين بس بيطلع لفه قد ايه، ما اقدرش اختار جلوبال جول، ده هيجيب لي الجناح بالطياره بالاليفيتور صح كده بالفلابس كل حاجه. انا افرض عايز الجناح بس يبقى هضطر استخدم سيرفيس جول. عرفت الفرق بين السيرفيس والجلوبال؟ نفس كل حاجه في السيرفيس موجوده في الجلوبال، الفرق هتختار سيرفيس او مش هتختار سيرفيس، واضحه؟ فانا والله لو اخترت مثلا الفورس في اتجاه اكس وعندي جسم هخبطه والله هيقول لي الفورس في اتجاه اكس بالرقم الفلاني. يعني انا عندي هنا من فوق صح؟ ده مش جسم، مش الفلو هي هياخد فيه؟ هينعمل حاجه هيعمل حاجه هيعمل حاجه هيعديه، يعني الستريمز هتبقى ماشيه كده، بس هتبقى حاجه خبط ولا ما خبطوش؟ خبط صح؟ فالنقطه الحتتين دول هيأثروا الفورس، فانا ممكن اعمل فورس في اتجاه طبعا اتجاهها المحاور بتاعتي، دي اهم حاجه بقى. شايفين المحاور بتاعتي هنا كده؟ ادي اكس وادي زد وادي واي. لما الفلو يجي كده ويخبط ده الفورس هتبقى اتجاهها ازاي؟ هيبقى اتجاهها كده ماينس زد. فبالتالي لما انت تختار لو انت عايز الفورس في اتجاه على المنشوري ده هتختار مثلا
الفورس في اتجاه اك الفريكشن فوق الفريكشن خلينا في الفورس الفورس في اتجاه زد بس دي هتطلع لك رقم نيجاتيف اتفضل ليه هتطلع لك رقم نيجاتيف لان المحاور بتاعتك معكوسه طبعا لو انت عايز تغير محاور هتتبع كليك يمين ديليت وتختار المحاور بتاعتك اللي انا عاملها فانا عامل الاكس عامل ازاي في اتجاه الفلو عرفت بقى دي ليه فانا ممكن بدل اختار فورس في اتجاه زد وتطلع لي بالنيجاتيف اختار الفورس في اتجاه اكس وتطلع لي بالرقم البوزيتيف اللي انا عايزه عشان انا اخترت المحاور بتاعتي عندي فكره المحاور الجديده اللي انا حاططها فعندي فكره الفورس طب عندي فورس وعندي فريكشن فورس وعندي التورك التورك ده معروف عندي بادي البادي ده لو جه عليه هوا كده مش ممكن يعمل عليه تورك صح كده عندك ريشه صح الريشه دي بتبقى متثبته في شفط الريشه دي لو عدى عليها هوا كده هيبقى في فورس صح بدل ما تقول له فورس وتروح جاي على الايكويشن قلت تقول له والله خد الفورس دي واضربها في صراع مش عارف العزم صح وجيب التورك هو لوحده تختار البادي وتختار الفيم هو لوحده هيجيب لك التورك واضحه عرفت بقى ايه الايكويشن جول الايكويشن جول دي هتاخد حاجات انت عاملها من السيرفيس جول جلوبال جول بوينت جول اي حاجه من دول وتحطها في شكل ايكويشن معادلات يعني عندك فيموس نمبر عايز تحسبه بالايكويشن جول رو هتروح جاي على الجلوبال جول وتقول له انا عايز الافرج دنسيتي هيطلع لك الافرج دنسيتي بعد كده الفي هتروح جاي على الجلوبال جول وتقول له انا عايز الافرج فيلوسيتي فانت كده طلعت الافرج فيلوسيتي بعد كده دي دي ده رقم ثابت انا حافظه انا ممكن في الايكويشن جول اقول له رو اللي انا جبتها والفي اللي انا جبتها في الدي اللي انا عندي كام 80 هكتبها برقم ثابت مش مشكله على ميو اروح في الجلوبال جول اقول له انا عايز الافرج ايه فيسكوستي فانا اعرف بقى الرينز نمبر منه كل شويه كل ما اي حاجه تختلف اقول واحد يحسب الرينز نمبر في مشكله طيب دي فكره الجلوبال جول انا مش هحتاج اي حاجه من دول تعال نشوف السيرفيس جول عشان اتاكد السيرفيس جول نفس كل حاجه بس هتختار فوق في بوكس كده هتختار سيرفيس واضحه طيب الفريكشن فورس بس الفريكشن فورس دي الفورس اللي ناتجه عن طريق الفريكشن بس يا دي هيرو فورس مفيش غيره يا جماعه انا اسف ادي طيب الفورس اللي هتظبط في الهيرو بوينت من هنا وهتزقه كده اسمها الدراج فورس اللي احنا اتفقنا عليه صح صح ولا غلط وفي هنا ضغط في انخفاض في الضغط جامد هنا صح والضغط هنا عالي فبالتالي هيحصل الليفت فورس الليفت فورس دي اتكونت نتيجه لايه نتيجه الديفرنس في البريشر هنا بريشر قليل وهنا بريشر عالي فبالتالي اتجاه الفورس جامد صح دي برضه اسمها فورس الفريكشن فورس الفورس اللي جايه من الميو بالدي في باي دي تمام عارفين الفورس بتاعت الشير ستريس شير ستريس بس هتشيل الاريا بقى تمام فالميو في الدي يو باي دي واي دي الفورس بتاعت الفريكشن فدي اللي هنا بتاثر الفريكشن على المسافه دي يعني لو الاير فويل قد كده الفريكشن هيبقى مختلف عن هنا مين هيبقى اكبر ده صح طيب خد بالك بقى ان الشكل ده ممكن يبقى مش لا ازاي جيتوا مذاكرتوا كنا حلينا المشاكل دي كلها طبعا الناس اللي في ثالثة حاسين بملل جامد جدا انا عارف انا اسف جدا زملائكم مين؟ اتمنى انا معاكم لو افترضنا ان انا راسم بوزيتيف كامبر في الايروفويل تمام ايوه دلوقتي في فلو جاي كده عايزين نسال في اللي الضغط بيقل وكان في سؤال ثاني الريكشن طيب بريشر ديفرنس تخيل في فلو جاي كده تخيل دلوقتي ان الفلو سابسونيك تمام يعني اقل من سرعه الصوت فالفلو طالما هو سابسونيك لما بيشوف اي جسم بيعرف ان هو جسم من بعيد فبيبدا يغير مساره من قبل ما يشوفه صح طيب انت دي بقى لازم نفسنا ايه بقى طب هو دلوقتي غير مساره
صح؟ النقطة اللي فوقيها غيرت مسار، والنقطة اللي فوقيها غيرت مسار. لو انت جيتي واخدت بالك بقى هنا هتلاقي الاسترينز هنا كانت ايه؟ السبيس، السبيس ما بينهم متباعد، هنا السبيس صغيرة، فأكن حصل كونفرجنت بار، فبالتالي السرعة هنا هتزيد، لما السرعة تزيد بيحصل لك الضغط، الضغط بيقل. طيب هنا في اريا؟ مفيش أي اختلاف في الاريا، فبالتالي الستريمز هتعدي هنا عادي جدا، فالضغط هنا هيبقى أعلى من الضغط هنا، الضغط هنا أقل، فبالتالي هتغلب اتجاه فورس اتجاه هنا. مكان بقى الفورس دي السنتر اوف ايرو، سنتر اوف ايرو دايناميك، ده بقى بيختلف على شكل الايروفويل، يعني من شكل هنا تولد الضغط هنا يعني تتحسب حسبة دايما. تمام؟ موضوع الفريكشن بقى، الفريكشن هنا اتجاه الفورس بتاع الفريكشن اتجاه ازاي كده؟ صح؟ طيب اتجاه الفريكشن فورس هنا ازاي؟ كده، واتجاه الفريكشن فورس هنا ازاي؟ كده، ففي في كومبوننتس من الفريكشن فورس بتتحلل وبتكون لي ليفت اصلا. واخدين بالكم؟ في مركبه، في كومبوننت من الفريكشن فورس، فريكشن فورس تانجنت لاي سيرفيس، لو عندي كيرف يبقى بتبقى تانجنت عند نقطه معينه. فممكن تبقى في كومبوننت من الفريكشن فورس مركبه للليفت. فانا لو انا عايز احسب الليفت ما اكتفيش ان انا اقول لا هو الفورس حتى لحظه تمام. في حاجه اسمها النورمال فورس، بس دي نقطه مشهوره. نورمال فورس والفورس دي فورس توتال بتشمل الفريكشن، بتشمل ايه؟ النورمال فورس. النورمال فورس دي الفورس العموديه على اي سيرفيس، تمام، اللي هي زي الدراج بالظبط زي اللي احنا قلنا عليه. فبالتالي لو انا عايز اقيس الليفت بدل ما اجيب النورمال فورس في اتجاه واي واجيب الفريكشن فورس في اتجاه واي واجمع الاثنين بالايكويشن جول واقول له والله ده الليفت فورس، ممكن اقول له ايه؟ الفورس التوتال كلها في اتجاه واي. تمام؟ لان في مركبه من الفريكشن فورس ما تعتمدش ان في مركبه من الفريكشن فورس بتعمل لي ايه؟ تعمل لي ليفت. في حاجه ثانيه ممكن تتكلم عنها هنا اظن خلاص. تمام؟ طيب ده السيرفيس جول جلوبال جول. بعد كده في البوينت جول عند نقطه معينه، والله انا عايز اعرف الفلوستي. النقطه دي مهمه جدا بالنسبه لي مثلا. يعني الفنشوري مثلا احنا ممكن نعمل هنا نقطة، نعمل هنا نقطة بسكتش عادي خالص اهو، هرسم في الرايت بلين وهرسم النقطة هنا. تمام؟ في مشكلة؟ أنا النقطة دي مهتم بيها جدا أعرف الضغط والسرعة بتاعتهم كام، مش عايز أكتر من كده. مش أحيانا في الفنشور عندنا في المعمل بنحط هنا ستاتيك تيوب عشان نوصل الستاتيك بريشر، صح كده؟ افرض انا عايز عند النقطه دي بالظبط اهو احسب الاستاتيك بريشر، هقول له انا عند النقطه دي هروح على بوينت جول واختار النقطه، هو اختار النقطه عشان انا كنت معلم عليها، واقول له والله انا عايز الاستاتيك بريشر بس خلاص، هيجيب لي عند النقطه دي الاستاتيك بريشر بدل ما احط فيه الاستاتيك تيوب ومش عارف ايه. تمام؟ ممكن تختار كذا نقطه. تمام؟ ايه تاني؟ طلع سخانيه الايكويشن جول ده اللي انا شرحتها بقى. لو انا عندي كذا جلوبال جول او كذا سيرفيس جول ممكن ادمجهم مع بعض في ايكويشن جول واطلع منهم اي حاجه انا عايزها زي رينولدز نمبر، ممكن احسبها نتجنبها. خلصنا كل حاجه، اتبقى لنا اهم حاجه عمليه ايه؟ عمليه الميشنج. اكان ريزلتس بقى سولفنج، سولفنج دي مش هنشرحها للاسف. عمليه الميشنج، انيشال ميشنج جبتها ازاي؟ على الانبوت داتا كليك يمين انيشال ميش، هيبدا يقول لك في حاجه اسمها اوتوماتيك ميش وفي حاجه اسمها مانيوال ميش. تعرف ازاي؟ المارك دي متعلمه على اوتوماتيك ميش ولا اوتوماتيك ميش. يبقى انت لما تقول له والله انا عايز ليفل 3 او ليفل 4، كل ما هاير الليفل كل ما زود الليفل كل النمبر اوف سيلز بتزيد. لما النمبر اوف سيلز بتزيد منطقيا نظريا المفروض الحاجه الكواليتي الدقه بتاعه الحل بتاعتك بتزيد. في حاجات بتفرق ان انت كل ما بتزود احيانا بقى بيحصل ايرور اكتر. ماشي؟ ازاي؟ لو انت اصلا عندك ايرور الريكتانجل ميشنج ده او الريكتانجل ميشنج عموما او السكوير ميشنج مش 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 اكسبتبل عندك في الحل بتاعك، يعني المفروض تستخدم نوع ثاني من الميشنج. تمام؟ فده بيديك نسبه ايرور لانه اصلا انت ما ينفعش تستخدم. فتخيل اصلا ان هو بيديك نسبه ايرور وانت بتزود النمبر اوف سيلز، فبالتالي الايرور بيتراكم مع السيلز دي كلها وفي الاخر بيديك رقم خطا. فتلاقي في الاول خالص بيديك رقم صحيح تقريبا، ولما تزود ميشنج بيديك رقم غلط. تمام؟ الحته دي يا تقروا فيها كتاب
تابع علاقه بالميشنج حتى لو طبعا انسز الميشنج ده علم واحد. يا اما يعني خلونا شغالين بالاوتوماتيك ميشنج وحتت شويه في المانوال ميشنج هشرحها. الاوتوماتيك ميشنج كل ما هتزود النمبر اوف سيلز بنسبه 80% الحل هيزيد بالقد، بس هياخد وقت اطول، هياخد وقت ايه اطول. ده اكتر حاجه عندي مشكله. احنا مثلا هنخليه على ليفل 6 في مشكله. طيب في حاجه اسمها مينيمم سبيسيفيكيشن اوف مينيمم جاب سايز. المينيمم جاب سايز هو ده لوحده بيحدده. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندي بنسوري في حته تائه صح، فده في جاب سايز صغير، هو لوحده بيعمل له كالكوليشن. لو الشكل معقد قوي ممكن يحسبه غلط، فانت ممكن تدي له مانوال انبوت ما تحطهاش. طيب ننزل تحت، الحاجات دي مش مهمه. يعني لو انت خلصت كده اللي كده اوتوماتيك ميشن تقريبا خلصته، الحاجات اللي تحت دي اقرا عنها. الاوتوماتيك لو احنا شلنا العوامل من الاوتوماتيك هتبدا موضوع المانوال. ده بيحدد لك كل سيل في كل بلاد، سهله جدا بس صعبه. جرب تشتغلها بنفسك واعمل شو بيزك مش. لما انت بتيجي تعمل شو بيزك مش هيبدا يقسم لك اهو شويه مربعات، هيبدا يقسم لك الباي كلها مربعات. تمام؟ طبعا الباي سيركمفرنشال والمربعات هتكون شكل ريكتانجل. الطبيعي الحاجات اللي على الاطراف دي هيبقى فيها نسبه ايرور، فانت المفروض تزود السيلز يا اما تعمل ايه؟ ريكتانجل اللي احنا شرحناه. اللي ما حضرش المره اللي فاتت بقى معلش. طيب فدي هتحدد النمبر اوف سيلز في كل بلان، في بلان اكس وبلان باي وبلان زد هتحدد النمبر اوف سيلز وهتحلها. مش مهمه، الحاجه المهمه بالنسبه لي الصفحه دي التاب دي. السوليد فيتشر ليست برضه مش مهم بالنسبه لي، اهم حاجه عندي الكيرفتشر ريفاينمنت ليفل. لو انا عندي كيرفتشر زي الفنشوري ده، فبالتالي انا عارف ان هو بيشتغل في سوليد وركس ما بيشتغلش غير بالسكوير ميشن. تمام؟ فانا عارف ان هو انا محتاج اعدل السكوير ميشن ده عشان يتناسب شويه مع الكيرفتشر. احنا قلنا الكيرفتشر بنستخدم له احسن ايه؟ الريكتانجل ميشن. سوليد وركس بيستخدم الريكتانجل ميشن بس في السيميوليشن مش في الفلو سيميوليشن. سيميوليشن الاستريس اناليسيس وكده ممكن يعمل ريكتانجل ميشن. تمام؟ لكن في الفلو سيميوليشن ما بيستخدمش غير سكوير ميشن. الكلام بتاعي مبهم؟ مبهم؟ المبهم يرفع ايده. لا قولوا عشان اتجنب الساعه 7 ونص تقريبا. تمام. المفروض في الكيرفتشر بستخدم حاجه اسمها تريانجل ميشنج، وفي الحاجات الريكتانجل خطوط لينير بستخدم السكوير ميشنج. لو انا عندي بايب زي دي كده تمام، هو يعني السكوير ميشنج فيها كويس جدا ملائم، بس في حاجات بيبقى فيها كيرفتشر كبير قوي، فبالتالي محتاج ان انا استخدم الريكتانجل، والريكتانجل عندي مش موجود في السوليد ووركس في السيميليشن. فبعمل الكيرفتشر ريفاينمنت، هو لوحده بيجي عند حتة الكيرفتشر، بيجي عند حتة الكيرفتشر ويزود النمبر اوف سيلز. هشرح لكم هوريكم صوره ليها بس لما نخلص الحتة دي. فالمهم تزود الكيرفتشر ده لو انت عندك كيرفتشر. طبعا انا قلت لك البايب بتبقى دقته كويسه ما تخافش. بمجرد ان انا خلصت ميشنج المفروض اروح للاوتوماتيك بقى بدوس اوكي. خلاص؟ بعد كده بعمل كليك يمين وبعمل ران. خلصت كل حاجه هبدا اعمل ران. المفروض ان انا هعمل سولف نيو كالكوليشن. هتبدا صفحه زي دي تطلع هتقول لها لو اكسس. هيبدا بقى هو يعمل كرييت المش وهيبدا يحل تحت. انا اسف الحاجات دي مش مهمه دلوقتي تعرفوها. طيب هيبدا يحل شويه حاجات تحت، هو بيبدا كالكوليشن هيعمل ايتريشن لحد ما يخلص ويروح مطلع لك الحل. هنشوف الحل ازاي بقى عشان مش هنستناه يحل. كليك يمين على الانبوت داتا واعمل ران. تمام. هعمل اكتف للي انا كنت مشغله. تمام. اللي انا كنت عامله اصلا. هتلاقي على الريزلتس هتعمل كليك يمين وهتدوس لود. هتبدا الريزلتس تحصل لها لودنج. تمام. سريعا بقى سريعا بلاش كلام بقى عشان الحته دي خلاص دي الريزلتس. طيب اول حاجه في الريزلتس عندي حاجه اسمها الكات بلوت. الكات بلوت ده باجي عند اي سيرفيس بقطع ببين كونتورز سواء للبريشر سواء للايه. طيب كليك يمين انسيرت كات بلوت هتختار البلان. انا البلان اللي في السنتر عندي الرايت. اختار الكونتور. الكونتور ده شويه الوان بيوريك لو في
ليفل قليل هيبقى باللون الازرق، حاجه رقمها عالي هيبقى باللون الاحمر. سواء بقى عايز اختار فيلوسيتي، هختار بريشر، هختار تمبريشر، وادوس اوكي وادوس بعد كده ادوس صح. ادي الفيلوسيتي كونتورز تمام بستريم لاينز. هتلاقي هنا الفيلوسيتي زادت خالص تمام، وبعد كده رجعت ترجع لوضعها الطبيعي، ودي الستريم لاينز بتاعتي تمام. واضحه الستريم لاينز؟ فتلاقي ان الستريم لاينز ضاقت هنا، كانت تنكر المسافات ما بينها واسعه، دلوقتي ضاقت. نفس اللي حصل في الاكسترنال اللي احنا شرحناه لفوق. خلصت مش عايز اشوف الفيلوسيتي كونتور، كليك يمين واعمل هايد. في البريشر كونتور، كليك يمين اعمل شو، نفس الموضوع بالظبط. بس طبعا البريشر كان بقيمه ثابته تقريبا ثابته، لان فريكشن هنا مسافه صغيره قوي، كام متر؟ متر واحد. فيعني هتلاقي اللون تقريبا ثابت، هو في فريكشن هنشوفه دلوقتي بالبلوت. جاء عند الحته اللي زاد فيها السرعه الضغط اقل جدا، بقى لونه ازرق. بعد كده ايه؟ طيب في حاجه كده هتلاقي اصلا الالوان مش هتبقى المنظر ده، هتبقى مظلمه، يعني هيبقى الشكل كده مش لطيف. ففي علامه لمبه كده موجوده في الفلو تاب، في الاوسيليشن تاب، علامه اللمبه دوس عليها هتلاقي الالوان بقت كويسه. طيب نرجع تاني للكات بلوت عشان انا كروتها. كليك يمين وانسرت، هتختار البلين اللي فيه هتعمل فيه كات بلوت، هتختار كونتورز، ستريم لاينز. فاكرين الستريم لاينز بتاعت الروس اللي انا وريتها لكم دي؟ هتعلم عليها. طيب الناس اللي عندهم مشاكل في الفيجا وعندهم ويندوز 10 فممكن ما تشتغلش معاهم تمام، بتعلم على الستريم لاينز. طيب الفيلوسيتي كونتورز هتلاقي حاجه اسمها انا اخترت الكونتور صح، اخترت بقى نوع الكونتور فيلوسيتي بريشر اي حاجه. بعد كده الليفل بتاع الالوان، الليفل بتاع الالوان عندك كام لون في الرسمه. طبعا كل ما زاد عدد الالوان كل ما شكلها منظرها هتفرق بين الرقم واحد تمام. فانت كل ما زود الرقم ده 255 هتحتاج حاجه عامه، هيستخدم 255 لون عشان يوضح لك الكونتورز دي تمام. هو الطبيعي بتاعه بيبقى ايه؟ مش 255، الطبيعي بتاعه بيبقى كده 2. هتلاقي احمر يزرق، الرسمه كلها احمر يزرق، حاجه كده وحشه قوي. فانت تزود عدد الالوان دي ازاي؟ تجيبه على الاخر، مش هتخسر حاجه خالص، هتخسر حاجه. طيب بعد كده تحت هتلاقي الستريم لاينز، ده سونك اللاين بتاع الستريم لاينز نفسه، ودي الديستنس ما بين كل ستريم لاين وستريم تاني. كل ما الديستنس دي قلت كل النمبر اوف ستريم لاينز زادت. واضحين؟ حاجات واضحه؟ كلام واضح تمام. الكلر بتاع الستريم لاين كنت عامله اسود، في مشاكل؟ مفيش اي مشاكل تمام. اعمل ديليت بس اللي انا عملته. طيب حاجه ثانيه، فاكرين الميشنج كان مقسمه شويه مربعات صح؟ تعال نشوف بعد ما حل بيعمل حاجه اسمها، وهو اثناء الحل لما بيلاقي حتت فيها تغير كتير بيزود فيها الميشنج لوحده، بيعمل حاجه اسمها ريفاينمنت تمام. فهتلاقي فعلا في الاخر الميشنج مش هو الميشنج اللي احنا عملناه الاول، هتلاقي مزود ناحيه الوول الميشنج، لان الوول في اختلاف في تدريج في السرعات، لان الوول فاكر اقول الوول يعني الوول في تدريج في السرعات. طب ليه في الاول خالص ما عملش الموضوع ده؟ لان في الاول خالص تقريبا ما فيش تدريج في السرعات، في الاول خالص تقريبا ايه؟ ايديال فلو. فبالتالي اول ما حصل يبدا تدريج في السرعات كل ما الميشنج زاد. طبعا انا هنا بدات الفول ايه؟ الفول ديفلوب تقريبا، لان زود الميشنج اكتر، فايه؟ الموضوع فيه تدريج اكتر. الكلام بتاعي واضح؟ انا بس انا بترجم الكلام ده، بترجم الكلام ده فعلا منطقي مش منطقي تمام. ده بقى على حته البنشوري، بص حته البنشوري عمل ايه؟ راح زود الميشنج في الحته دي كلها، ان الحته دي ايه اللي تشينج فيها كبير قوي بالنسبه للبريشر وبالنسبه للفيلوسيتي وبالنسبه لكل حاجه. جه بعد كده لما رجعت الدنيا تاني راح في الاخر ايه؟ رجع الميشنج الاصلي بتاعه. يعني انت بتستخدم الاول الميشنج عادي خالص وهو لوحده بيعمل ريفاينمنت، ده اوتوماتيك. طبعا الريفاينمنت ده بيعمل سبليتنج للسيل، يعني لو عندك سيل واحده لو عامل ريفاين ليفل 1 السيل دي هتتقسم لتو سيلز، لو عامل ريفاين ليفل 3 كل سيل هتتقسم ثلاثة سيل. فبالتالي لو انت عندك 3 دي دومين والموضوع كبير بالنسبه لك، الريفاين ده ممكن يعمل لك مصيبه، ممكن يخلصه لك 50 يوم، ممكن الحل ما يخلصش اصلا. طيب ده الكات بلوت. سيرفيس بلوت بلاش سيرفيس بلوت. سيرفيس بلوت لو عندك سيرفيس عايز ترسم عليه بس الالوان اللي يعني عندك على السيرفس ده درجه البريشر بكام وكام. هوريكم ليها صور على طول بدل ما اشرحها يعني. فلو تراجكتورز هشرحها تحت. خلينا في البلوتس الاول، الحاجات المهمه. انا راسم ثلاثه بلوت، تعمل ازاي بلوت؟ كليك يمين انسرت، معلش انا قلت لحد 8 الا ربع، انا اسف. اخر سيشن في السيف دي، انتوا كده خلاص كده خلصت السيف دي؟ المره اللي فاتت الناس ما كانتش مذاكره وما حلتش حاجه، هنتصرف هنحاول ندي سيشن تاني. طيب
ما انا بقول انتوا لو انتوا عملتوا البايب دي وتقريبا كلكم سلم لي موضوع البايب دي، حتى لو الحل ناقص او الحل غلط هنكمل مع بعض ان شاء الله على النت اوتسايد الكورس، هنكمل ولو في استجابه هنفضل مكملين مع بعض. حسيت ان مفيش موضوع مش مهم بقى خلاص. حاضر حاضر، انا بس بحاول اهش ماكل حاجه. الاكس واي بلوت ده هتختار الحاجه اللي هترسمها والسكتش. انا عايز اختار ارسم الفيلوسيتي صح، عايز ارسم الفيلوسيتي بروفايل، فهختار فيلوسيتي واختار السكتش بتاع الفيلوسيتي بروفايل. اني واحد اهو اعمل زائد علامه الزائد دي واختار الفيلوسيتي بروفايل. يبقى كده لما اجي اعمل تحت هتلاقي علامه شو، هتدوس عليها اهو بالراحه. اول خط من الرسمه بروفايل نمبر 1 هتلاقي اللي هو باللون الاحمر، فاول واحد ده تقريبا هاي دي ريكتانجل ولا مش ريكتانجل؟ طبعا هو قالب المحاور، هو بيرسم مع واي ما بيرسمش مع اكس، اعتبر الباي خلاص هي كده ماشي كده تمام. رقم 2 بدا يمشي كده وبعد كده بدا يعمل كيرفتشر، يعني هنا ايه في الديفيرج ديفيجن. رقم 3 كان تقريبا قرب يوصل للفولي ديفيرج ولا ما قربش؟ عرفته ازاي؟ طالما التلات خطوط كنت رسمهم في سكتش واحد، التلاتة اترسموا على نفس الاي بلوت بس بألوان مختلفة وموضحهم لك. طيب افترض ان انا عايز ارسم البريشر، مش انا كنت رسم لاين تحت اهو، فاكرين اللاين اللي انا كنت رسمه اللي تحت ده؟ فانا هرسم البريشر الونج اللاين، فالبريشر المفروض بيقل طبعا في الاول خالص، بيقل بشكل كيرفتشر وبعد كده بيبدا يبقى الخط ميل ثابت، بعد ما الميل يفضل ثابت يجي عند الفنتوري الضغط يقل قوي بعد كده يطلع ما يطلعش الايه اللي كان فيه. تعال نشوفه، هختار الفريكشن لاين بتاعي اللي انا اخترته اللي انا كنت رسمه واختار البريشر، مركزين معايا، وانزل تحت وادوس شو، هيبدا يوريني اهو في الاول خالص في زي الكيرفتشر بس مش باين قوي، وبعد كده بقى يمشي في خط سلوب ثابت يعني بقى خط لينير، بعد كده جه على الفنتوري الضغط اقل جدا، بعد كده لما الضغط زاد ما طلعش مين؟ ما طلعش القيمه بتاعته، اكيد حصل لوسس، وبعد كده بدا يكمل وهيبدا يزيد. طب هنا ليه مش باين؟ المسافات صغيره جدا، الفريكشن بيأثر في مسافات كبيره تمام؟ بعد كده الفيلوسيتي في خط رسمناه في السنسر اللي انا كنت فاكرينه، عايز اوضح عليه الفيلوسيتي، قلنا الفيلوسيتي هتفضل ثابته، بعد كده الفيلوسيتي هتزيد، وبعد كده هترجع لمكانها تاني، صح؟ اخترت السكتش، وبعد كده اخترت الفيلوسيتي في اتجاه اكس، واخترت المحاور بتاعتي، المحاور بتاعتي هتحدد اتجاه اكس عشان ما يدينيش فيلوسيتي في اتجاه، هتلاقي الخط بدل ما ماشي كده وطالع لفوق هتلاقي نازل لتحت، لان الكوردين في اتجاه زد العكس. واخدين بالكم؟ طيب وادوس شو؟ طبعا في حاجه هنا بقى دي مش غريبه جدا، ليه ما جاش خط، ليه ما جاش خط راسي خط افقي؟ طيب بالراحه سريعا سريعا، عندي باي دلوقتي اول ما جه ده ايديال صح؟ صح؟ بعد كده بدا يحصل تدريج في السرعات بسبب ايه؟ بسبب الفيسكوستي ضروب عصير. طيب ففي شويه فلويد، في شويه فلويد لما شافوا الوول ده بداوا يبعدوا عن الوول، بدأوا يروحوا كده تمام؟ بدأ يروحوا فين؟ يروحوا ناحية السنتر، وده بدأ يروح ناحية السنتر، بدأ يرجع الوول، الوول بيعمل له ريزيستنس، زي بالظبط الريزيستنس، لما واحد بيزقك كده هتمشي هتفضل تزق فيه ولا هتمشي جنبه؟ هتسيبه هتمشي صح؟ نفس الموضوع اللي بيحصل هنا في الفليبت، هيلاقي ريزيستنس هيروح بعيد عن الوول ده وينزل تحت تمام؟ هيبعد عن الوول وينزل تحت، ده يبعد عن الوول ويطلع فوق، ففي الآخر يتقابلوا في السنتر، فيجي هنا في النقطة دي الماس فلوريد بتاعي يزيد. الماس فلويد بتاعي بيحصل ايه؟ بيزيد، والاريا هي هي صح؟ بيحصل ايه في الفيلوسيتي؟ يحصل انكريس في الفيلوسيتي، فهو تلاقيه بادئ من النص اللي هي نص متر بالسنة اللي احنا بدأنا فيها اللي هي الايديا، وبعد كده كل ما انا ماشي قدام كل ما بيحصل هروب اكتر، وانا مشيت كده اكتر يبدا يحصل هروب اكتر، فبالتالي كمية الفلو اللي هرب ايه؟ كبيرة صح؟ وصل لحد 6.10 بس زيادة مش هتبقى كبيرة قوي يعني. بعد كده ده الفنتوري زود السرعه جامد، بعد كده حصل شويه بقى ايدز، يعني الموضوع مش عشان الكيرفتشر اللي احنا راسمينه فالموضوع مش لينير، بعد كده نزل وهيرجع تاني الايه؟ الرقم بتاعه تاني تمام؟ ده الفلوستي الونج ايه؟ سنتر لاين. الفلو تراجكتورز دي بتختار
الالت سيرفيس كليك يمين انسرت بعد كده تختار الالت سيرفيس. يعني نظريا بتدي صح على طول يعني الحاجات دي لو انت قريتها سهله جدا لو انت جربت فيها. انا عشان ما اضيعلكمش وقتكم هديكم شويه حاجات تانية خلاص. فنظريا لو دوست صح على طول هيوريك شويه لاينز بتتحرك زي اكن الفلو بيتحرك بالظبط. تعالى نشوفه كده. انا عامل ده واحد جاهز كليك يمين وانسرت عادي خالص وتختار الانلت سيرفيس وتدوس صح. ممكن بقى تزود عدد اللاينز عشان تشوف حاجات اكتر. ممكن الثيكنس بتاع المايك ده ما هو عرض يعني هلك انها مصوره هنشوفه دلوقتي اشرح لكم هي هنا احسن. كليك يمين شو شايفين بقى هنا يعني رسم زي مواسير صغيره كده بتوضح لك الفلو. لما اعمل عليها كليك يمين وادوس بلاي هيبدا يتحرك. نعمل ده طبعا انا عكس بس الفيو عشان كده الانيميشن هتلاقي الفلو جاي كده بعد كده هيبدا تاني هنا اهو طبعا عشان اللاينز مش كويسه. نفس الموضوع ده ممكن اوريه لكم هنا. ممكن بقى تختار بدل الفايبس دي سفيرز صغيره عشان توضح لك بشكل اوضح. يعني اوريكم حاجه احسن. نفس الشكل ده بدل ما هتختار بايب في تايبس اوف في فلو تراجكتورز ذات نفسها وانت بتختار هتلاقي بايب اختار هتلاقي تحتيها سفير هتلاقي اشكال ثانيه هيوضحها لك باشكال مختلفه. هي دي الاقتصاد الهندسي. زي المنظر ده لوجو اي ضغط ايا كانت انا بوضح الشكل كده حصل هنا حاجه معينه اسمها شوك حصل حاجه معينه اسمها شوك ويف. المهم يعني شاكين الستريم لاينز كان ماشي هنا بماك نمبر عادي بعد كده حصل شوك ويف بماك نمبر بيرن ايا كان. يعني الفكره كلها ده شكل فلو تراجكتور بيعمل لك فيديو. بعد ما تعمل الفيديو عايز تسيفه بتعمل ايه بقى؟ عرفتوا فائده الفلو تراجكتور؟ بتسيبه زي كليك يمين وتعمل انيميشن وتسجل هنا تعمل ريكورد عادي خالص وتحطه في المكان اللي انت عايزه. تمام؟ طيب بعد اذنكم نفتح بس الاوريفيس بسرعه هنعمل فيو للريزلتس على طول. تمام؟ لو انتوا واخدين بالكم بقى المره دي المسافه اللي جاي بيها من الشمال مسافه صغيره من انا واخدين الفول ديفلوب بعد كده جيت على الاوريفيس رحت زنقته كده فول صغير. تمام وعامل له زي فيبر كده من ورا وبعد كده ايه عشان هنا هيحصل دوامات كبيره جدا 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 ما ينفعش اقطع المايك هنا على طول كده اقول له اخر كام. لا هنا في دوامات وفي شويه حاجات في تغيرات كتير جدا فلو وقفته هنا هيحل غلط فلازم ادي له مسافه لحد ما يرجع تاني للحل الصحيح. فاهمين قصدي؟ مش انا هيجي هنا هيعمل ايه للزمن وايه للزمن دوامات وهيعمل هنا دوامات ضغط. فلو قطعت لو خليت البار ده حتى هنا بس في شويه حاجات في كلام كتير ناقصني صح؟ في حاجات كتير من الدراسه هتقع مني صح؟ فلازم اطور الحته دي شويه بس عشان الفنشون مش هيعمل ايه زي ده خم. نفس موضوع عملت كوردينس ونفس البايب بالظبط. تعرفوا ترسموها؟ تعرفوا ترسموها ترفعوها لي؟ الريزلتس؟ تعرفوا؟ لما ارفع الفيديو حد تعرفوا ولا ما تعرفوش؟ لو عدد كويس يعني رفع ان شاء الله هنكمل مع بعض ممكن نكمل اكسترنال فلو سيميليشن مع بعض. تمام؟ بس هيبقى من بره الكورس يعني هيبقى على اليوتيوب نرفع الحاجات ونتابع على الجروب. نعمل لوج للريزلتس بس سريعا. هنعمل شغل الفلوستي كونتورز بالستريم لاينز. نقرب كده. ها لو جيت اخدت بالكم بقى هنا طبعا هنا الفلو لقى سد قدامه فجأة فبالتالي بدأ يصير المناطق دي والسرعة هنا بدأت زادت فجأة جدا وبدأ هنا لما جاي يطلع يعمل شوية دوامات هنا
في شوية دوامات كتير وبعد كده لحد ما رجع تاني مين لوضعه الاصلي عشان كده كبرت البايب شوية. تمام؟ فاكيد الاوريفيس بيعمل بريشر دروب اكتر. تعال نشوف البريشر كونتور. شو كان الاول تقريبا البريشر ثابت تقريبا ماشي نظريا طبعا ثابت. بعد كده البريشر قل فجاه جدا لان هنا في ريسك او مات. بعد كده بدا الفلو يرجع لطبيعته ان هو يعرف ان الاريا كبرت فيبدا البريشر يزيد. عارفين ليه؟ مع ان الاريا هنا كبرت لسه البريشر ما زادش في شويه دوامات ولسه ما ظبطش حاله عشان كده كبرت الدومين. واخدين بالكم؟ طيب ميشنج بقى هتلاقوا ان هو في حته الميشنج هو لوحده عمل ريفايمنت في الحاجات الايه اللي فيها تغيرات كتير. انا عامل ميشنج مع كونتور في نفس الوقت في الكاد بلوت. يعني ممكن في الكاد بلوت تعمل ستريم لاينز وميشنج وكونتور. انا عامل بس ميشنج مع الكونتور عشان اوريك الاماكن اللي فيها تغير هو عامل ايه فيها في الميشنج. طيب الاكس الفلو تراجكتورز خليها قدام. البلوتس اهم حاجه بالنسبه لي. انا راسم ايه بقى؟ انا راسم واحد سكتش هنا فور ذا باي وراسم سكتش قبل الـ قبل الـ الاورفيس بالظبط وبعد الاورفيس وبعد الاورفيس بكتير. طبعا على الاورفيس على طول ودول دول هيبقوا ايه؟ الفلوتس بروفايل بتاعهم هيبقى شكل عشوائي شويه صح؟ شوفوا كده اخترت السكتش اخترت فيلوستي وعملت شو. طبعا اول حاجه كان فولي ديفلوب وبعد كده جه الاحمر ده الاحمر بعد كده جه قصدي الاخضر بدات السرعه تزيد. بعد كده بعد كده جه على ده الخطر الازرق ثاني واحد السرعه زادت جامد جامد. ليه؟ عشان الاريا بقت بس بالراحه. شايفين هنا النقطه الحمراء دي النقطه اللي معديه عليها الخط الثاني اللي هو اللون الازرق. فتلاقي ان هنا السرعه قليله بس هنا السرعه زادت جامد جدا فتلاقي عامل كده. تمام؟ فدي فيلوستي بروفايل. لا انا اسف تاني اهو. فده الخط الازرق اللي انا بقول عليه وبعد كده الخط ثلاثه رجع تاني لورا وبعد كده حصل شويه تغيرات بسبب الايدز. تمام؟ نرجع بقى نشوف البريشر دروب انظامه. البريشر دروب ده عامل تقريبا ثابت جه على الاورفيس لها مقاومه كبيره جدا ده فرصه عاليه جدا بدا ينزل لما جه يرفع ما اعرفش يطلع فين ولا كميه الضغط اللي معايا في الاورفيس كبيره صح؟ واقعين مني؟ واقعين اسف يعني الناس اللي عارفه تجيب معايا والله يا ربنا يجزيها خير. طيب بعد كده الفريكشن كوفيشنت ممكن نوضحه. لا بلاش يعني خلاص بلاش. الفلوستي على لونج سنتر لاين ممكن نشوفها. اهو المسافه كانت صغيره هتلاقي الزياده هو في زياده الزياده اللي انا بقول عليها بسبب موضوع الجروب في زياده ها؟ في زيادة ولا في زيادة؟ لا مفيش زيادة. طيب موضوع الجروب بيقف عند هنا عند الفيرتيكال ليه؟ لأن بعد كده نفس الشكل ده هيتكرر بنفس النفس بنفس السيكونس. إيه الهروب اللي هيحصل؟ نفس الميس فلوريد في نفس الاريا في نفس كل حاجة هتلعب على خط وراجع على خط نفس الشكل. وضحت الفرق؟ التاني كان لسه بيعمل ديفيلوب ميجريشن فبالتالي السرعة على النص عمالة تزيد. السرعة في النص عمالة تزيد. شايفين السرعة هنا؟ السرعه بعد كده في الاخر صح؟ فالنقطه دي بقى سرعتها كده وكان سرعتها زمان كده. صح ولا غلط؟ عايزين تمشوا صح؟ طيب خلاص احنا كده خلصنا. هوريكم بس كام صوره لشويه حاجات اللي انا قلت عليها هوريها لكم في صور.
طيب ده السيرفيس بلوت، عشان انا هجيب بلوت السيرفيس بلوت نفس الكلام بالظبط بس بقى تبعت اطار لان اطار سيرفيس. فهيبدا اوريك البريشر، طبعا البريشر هنا اقل زي ما احنا قلنا، البريشر هنا بيقل ويرجع، وانا طبعا البريشر عالي لان ده نقطه الاصطدام، كل الكائنات الجامده بتتحول بريشر انرجي. تمام، بعد كده يبدا الاريا بتقل وبالتالي الضغط بيقل، الاريا بتقل والضغط بيقل. تمام، ده السيرفيس بلوت واضحه. طيب دي الستريم لاينز، يعني انا عامل كات بلوت بس الستريم لاينز بس مش حاطط كونتور. تمام، فده اللي انا بقول عليه ان هو قبل ما بيجي على البادي بيبدا يشوف البادي فبيبدا يحول من قبل، تبدا الستريم لاينز تبدا تجي من هنا. احنا كده خلصنا. اخيرا بقى